عمليا ماذا ممكن بدنا ننفذ؟ نريد الاسبوع القادم نقيس الطلبه المتعثر، نجلس معهم نختار الطلبه ده سيده استاذ مش ني سما ده الفيديو بتاع نيفو، نعم، ونعطيهم خيارات للدخول في مشاريع مختلفه، خيارات خيارات لبرامج ذا راشته بروجكت. اوكي كويس استاذ مجنيكا، من هم من هؤلاء الطلبه المتعثرين؟ المتعثرين لا 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 بي عند بلو متعثر، اي انت شو ناي سنس تابعين. اوكي انا مسرور. ايوه اوكي ليه، وانت بعدين مع الوقت تدخل على بالهذا تعطيهم درجات اخرى تساعدهم، لان انت اليوم مثل ما قلت لك اليوم قد اكون انا ناجح واحفظ الدرس واجيبه عليه، خاصه اذا يعتمد على الحفظ، الحفظ ليس كل انسان يستطيع، لكن اليوم في الحياه العمليه لا استطيع ان اغير شيء ولا يكون عندي روح. احنا الصفات الملهم ما هي صفاته؟ اول شخص مثل لك رقم واحد هو يحب التحدي، يتعامل مع الفشل ولا يكره التكرار، ولا يكره التكرار، لديه اصرار. وهذا كل الثلاث اشياء تبني عنده ما يسمى روح الاصرار. الاصرار بيرسيستنس تو ادو استراينس روح الاصرار اصرار اصرار اصرار. اولا نكرر مره اخرى، اولا رقم واحد هو يقبل التحدي، يتعامل مع الفشل، الفشل ليس عنده الفشل فادو فيلير is not failure. لأنه هو يعتبر أن ال لأنه يعتبر الفشل تعلم، يعني يعتبر الفشل تعلم، عندما أفشل في عمل شيء فأنا تعلمت شيء منه. ورقم ثلاثة يعتبر أن التكرار أيضا مدرسة، لأن كل تكرار بالنسبة له يعيده بطريقة مختلفة، هو لا يكرر شيء نفس الشيء. والقرآن مثل على ذلك، القرآن مليء بالتكرار صحيح، ولكن كل تكرار يقصد فيه لما نقرأ أسباب النزول سوف نرى أن التكرار كان بهدف آخر. من لا يعرف يقرأ القرآن يظن أنه هو تكرار، ولكن هو ليس تكرار عادي. القرآن يقص فنامي لك آيات أن أستاذ نيس فنامي. كم شخص في طائفة؟ في المجموعة الواحدة يعني قل ممكن ناخذ احنا خمس، يعني خمسة كل فريق خمسة، سوف ناخذ مثلا خمس فرق ونجعل بينهم تنافس، وهؤلاء سوف نضع لهم ديدلاين. اوكي سوف نقول السنة القادمة في جولاي هذا الفرق الخمسة سوف نضع لهم ديدلاين يكون في جولاي القادم، في كل فرق خمسة أشخاص. ونجمع المجموعتين يمكن نجعل ثلاث فرق بنات أو ثلاث بنين، أنتوا لا تخلطون بين البنات والبنين، تخلطون أو لا تخلطون؟ أحيانا كيفكم؟ احنا عندنا في مشاريعنا يوجد اختلاف، عندنا هنا نفضل هذا يعني غلط، فثلاث فرق بنات نساء، ثلاث فرق بنات وثلاث فرق بنين. ثلاثة وثلاثة. أوكي. ترى هي ما ترضى الدكتورة. أوكي. ثلاثة. ما شاء الله. لا يستطيع أن تقلل فرق البنات. في أي يوم؟ نأتي. نبدأ. نبدأ. أيوة. في أي. متى تريد؟ يوم الجمعة. أو الثلاثاء. لا لا جمعة هم ذاهب. خلاص أوكي ثلاثة. متى اي يوم انت تقول؟ نحن ندرس في الجامعه، احنا ندرس في الجامعه الاسبوع القادم من الساعه 8 الحين يوم الاثنين 8 ل 10 ونص، احنا لا باقي الايام شيء نبتدي اوخر. يوم خالي عندكم؟ هاليوم يوم خالي عندكم؟
يعني الاثنين ممكن ان ناتي الساعه 11 اثنين الساعه 11 نكون هنا ان شاء الله اثنين او بعد نعم او متى تريدون الساعه كم انتم متى نحن مشغولين انا ساكون ممتاز خادرا ممتاز. لماذا عشان تستمر التجربه تنقلونها اذا نجحنا تنتقلونها الى السنوات القادمه الى الاخرين نريد ان اتعلم ممتاز جزاك الله خير على تواضعك واحنا سوف نتعلم منكم ليش هذا فيديو بتويد يعني تقول كذا لازم يعني تكتب لي صوره يعني تقول لي ما قد تكون واحده من الاخوات ايضا استاذه اخرى معك من الاخوات جيد اساس تتعامل مع اوكي ان شاء الله سنراك في يوم الاثنين ان شاء الله نجدد النيات ان هاي لله سبحانه وتعالى ثم لكي نرتقي بالبوسنه ان شاء الله واهلها ان شاء الله اوكي انت دكتوره الدنيا نعم. دنيا بدون نعم. دنيا ونحن سنبدأ إن شاء الله يوم الاثنين إن شاء الله أنا أريد أن أنتهز الفرصة عندكم وقت إن كان عندكم وقت نعم. نحن سنلتقي مرتين في الأسبوع إن شاء الله أوكي. إن شاء الله لا ليس لدينا مانع نعم. أوكي ممتاز أوكي. يعني على الأقل إن شاء الله قبل أن نذهب على الأقل إذا التقينا 5 إلى 6 مرات إن شاء الله نضمن بإذن الله سبحانه وتعالى أن تكون نتيجة واضحة تبدي النتائج تكون واضحة. شكرا. نأكل بيش سوسة زونتا شديد ياس. أوكي. سنبدأ. جزاك الله خير. أحسنت. على وقتك ونشكركم على ثقتكم ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. وقد يكون هاي بداية يعني إن شاء الله لمزيد من النجاحات إن شاء الله. إن شاء الله. بالعلم إحنا أسسنا جمعية للبوسنة أيضا الاقتصاد الإلهام في البوسنة. يعني الآن يوجد جمعية. أين هذه؟ في ترأس نعم. لا. بيهاج. في بيهاج. نعم. مع جامعة بيهاج أسسنا جمعية. سنزوركم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. نتمنى. في أيام. أين مكان هذا؟ لا حتى الآن المكان مقر بيت. فقط لم يحدد يمنا في المستقبل البروفيسور خالد ماركش كان هو مدرس هنا كان بروفيسور عزرا ترى بروفيسور عزرا ايضا هم هؤلاء عزرا بروفيسور ياسمين ابراهيموفيتش عزرا اوكي انا اريد ساعطيكم هديه جزاك الله خير اوكي نعم الله عليك نعم عليك ان شاء الله نفس الشيء نعم مطبخ واحد والطباخة 3 وجبات في اليوم 3 وجبات نعم فطور وقطار نعم ولماذا لم ترفعوا الـ هو يوجد إقبال لديكم يوجد عندكم نسبة انتظار عالية لا إقبال يعني معتدل لأن سازين كثير منها هاجروا طبعا كثير وزي ما تلك تقريبا 300,000 فقط نعم بس أما منطقة توزلا هناك أكثر من نصف مليون. صحيح. وبدأ كعب بتراجع. كوجو. أوه ده. تعرف بالمان. كاش زشت من بشرة بروي. بتراجع. سلاج. هذا ترى بنزيله. هل تعرفون كم من نسبة طلباتكم الذين هاجروا إلى؟ المغازين. إلى مدرسة هذه. هاجروا إلى خارج البوسنة. من مدرستنا. نعم. من خريجينكم. ها ناشي سرشني كم. كل العالم. كل العالم. ثلاث. إما يو أمريكا. نسبة أقل من 10% أقل من 10 الحمد لله هاي شيء جيد لأن نسبة في سازين أنا أعرف أن سازين 60% من الشباب يهاجرون إحنا سوينا دراسة نحن عملنا استاتستيكا إحصائية نعم الحمد لله جيد كإمام في أمريكا نعم إذن الهجرة في هناك للعمل
مثلا هو يشتغل السنه ويرجع يرجع اوكي اجره جيده لكن هو هاي اجره جيده هاي نشجع بس نبسه من هنا 3 ساعات نعم فهو يعمل ويذهب يسافر ويرجع يرجع. كانه يعمل يعمل اوكي هذه هذه جيده لانه بلا. يتعلم يبحث يتفقه لكن طبعا الذي يذهبون بابنائهم بعوائلهم هذا ما يخاف يعني هذا هذا منازلهم ويقطعون جذورهم في البدايه هو منفردا يعني لكن واحد بعدين ياخذ اهلي آه هذا دائما المشكله المشكله وهذا ما نريده يعني يدرسون ألمانيا وهذا أيضا لا بأس هاي ليست هجرة هاي ليست هدفنا أن عدد طلابنا أكثر نعم. لكن نحن نحتاج إلى بناء وهكذا نعم الآن عندنا 300 من أي صف أستاذ صالح؟ ميستا 300 مكان مكان لا. لا من أي صف أنتم الآن تستقبلون من طلب؟ من أي عمر؟ من عمر السنة ابتدائية يعني 19 ابتدائية نعم هو يوجد مدرسة إسلامية ما قبل هاي العمر ولا لا يوجد؟ لا لا فقط في مدرسة حكومية مكتب يدرسون أيوة مكتب نعم طيب النزول غرف زين يلا نزل من كوكس سكولكوس في قسم النساء بسم الله صار سيمات ست ساعات ولا يعني نيمش بس سوبر مي سما دوست ديالو هو سامع تو نو نايت والله لا اعرف عنكم شيء اوكي قدمت نفسنا ان شاء الله ان شاء الله باللغه العربيه ولا الانجليزيه انا اريد أن تتكلم عن أنك إن شاء الله شيئاً لأساتذة إن شاء الله إن شاء الله هو سيترجم يترجم أوكي باللغة العربية إذن باللغة العربية إن شاء الله نحن نفتخر الحمد لله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي شكرا اولا لكم وعلى وقتكم انا اعرف ان هذا بدايه الموسم الدراسي وانتم جدا مشغولين مع قدوم الطلبه ولكن الحمد لله احنا يعني نتمنى ان نعمل معا اذا وفقنا الله سبحانه وتعالى وسخر لكم وسخر لنا الوقت نتمنى أن نعمل معكم بعض المشاريع لان نحن سمعنا عنكم كثيرا خاصه من اختنا العزيزه زينتا التي يعني تكلمت عنكم كثيرا ثم ان عندنا طالب تعرفونه يمكن الاخ حمزه هو ايضا حمزه نعم i Hamza, vjerojatno, mislim. Hamza, on neće naravno trećeg razda učiti. Talib, ovo talib. Pošto on bio u kontaktu, on mene pitao kao da se vidjeli tako. أبو سوف أكون مختصر يعني حاول أختصر تقديم عن أنفسنا نحن أتينا إلى البوسنة في أبريل الماضي نحن معهد دولي لاقتصاد الإلهام اسمه اقتصاد الإلهام وهو صناعة الإنسان من جديد استكشاف القدرات الذاتية التي الله سبحانه وتعالى قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون أو أفلا تعلمون أيضا في آية أخرى فإحنا الله سبحانه وتعالى أعطانا قدرات كثيرة منطلقاتنا الحمد لله هي من الإسلام ولكن نحن لا نتكلم في هذا خاصة نحن مؤسسة عالمية نحن نستخدم الوسائل التي لم نستكشف فيها ذاتنا من خلال الحمد لله بعلم القرآن ومن خلال السيرة ومن خلال أيضا منهجيات كثيرة استقيناها من الصحابة وهو استكشاف الذات فمحمد صلى الله عليه وسلم أتى برسالة عالمية تلهم العالم ولكن نحن كمسلمين Can I explain on Bosnia? Yes, please. Okay. Zapravo mi smo se upoznali s njima prije par mjeseci. Oni su znači inače profesor u Bahreinu na univerzitetu i kako sam ja razumjela, oni su pokrenuli samoinicijativno jedan institut najprije u Bahreinu. Već prije 2 do 3 godine oni su pokrenuli institut u Sloveniji s namjerom da mogu raditi po Evropi
imaju puno rezultata za jedan kratak period i evo između ostalog ovdje su imali inspirativni forum mladih, a mi smo bili dio tog foruma i interesantno je način koji oni rade, znači to nisu klasična predavanja, to su radionice jako zanimljive, aktivne i istovremeno mi znači odmah realiziramo sve ono nešto što tu isplaniramo. Jezik ili šta? Ne, ovdje, ovom, kad on kaže, ovaj, u suštini mi imamo resurse, međutim, ovaj, on u suštini trebamo, kad ono kad on kaže onaj kuranski ajet da pogledamo, da vidimo, da razumijemo, znači u suštini ovaj, kako i budemo bolje razumijevali te resurse, shvatit ćemo koje su naše prilike, sposobnosti i mogućnosti. Eto, u suštini oni u stvari pokušavaju da nauče ljude da stječu vještine ili sposobnosti kojima mogu, znači u bilo gdje da ih baciš, da se mogu snaći i da mogu od postojećih resursa nešto napraviti. To je u suštini koliko sam shvatio. Ono što je meni posebno zanimljivo ovaj, je što se oni ne fokusiraju na novac, nego uopšte na potencijale koje mi imamo. I one nas bukvalno ovdje uče šta mi sve imamo u okolini što možemo iskoristiti bez novca, a nismo do sada iskoristili. Isto tako, njihov model je da se ne fokusiraju na problem, što je meni isto tako dobro, nego se fokusiraju na mjesto gdje tog problema nema i na takav način oni rješavaju te eventualne probleme. Imaju on niz primjera, vjerovatno će ono tražiti od vas. Dobro, ne bismo sad puno uzmeli ljudima ovako, znači suština je, ovaj, ja se nadam da će ovo sam biti jedan prvi sastanak, pa kud bude zainteresiran, mi ćemo onako imati onako, da kažem, razmjene iskustava i ne znam, ovaj, svaka nova... Ovdje ispostava to ovdje. Ja, on će vama sigurno ponuditi radionice da odradite. Pa ćemo onda vidjeti, znači, onaj, za početak, ja bih, da, evo, profesor Kudić i mi ćemo sjesti tamo, profesor ima i nastavu sad, znači, tako da ćemo, ovaj, a mi ćemo onda vidjeti, dogovoriti, znači, sljedeće korak, ako bude. Ok. Lehum durus alan, nam nuknu li hadise, bade mahum yugadrum. A, inšallah. Say something about this person. Yes. And I didn't get your name. I'm Salih. 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 Ana Salih Dervish. Dervish. MashaAllah. Mehmet. Mehmet Kudić. MashaAllah. Akhtana. Izet Velačić. Izet. He is Ustad to Luga Al Gusnavi. He تخرج من كلية الأزهر. ما شاء الله. ما شاء الله. وهو أستاذ اللغة العربية هنا في مدرسة. ما شاء الله. ما شاء الله. وهو حافظ القرآن أيضا. ما شاء الله. ما شاء الله. هنيا لك. وأنت أستاذنا كأنك اللغة العربية أيضا. تتكلم. أنا أتكلم وأنا أفهم لكن أنا درست اللغة العربية فصحى. من الكتب. من الكتب. كنت في سوريا أيضا ثلاثة أشهر صيفية. لكن ليس لي فرصة أن أتكلم كثيرا. ما شاء الله. هذه فرصة. أنا قابلنا كثير من أهل البوسنة الذين درسوا يعني كثير درسوا في سوريا وفي مصر. في مصر. ولكن ايضا تعرف العربية اختنا ولا بتترجمون بعدين؟ اوكي ايوه هي درست ايضا ايوه ولكن راينا كثير من امثالك ايضا ما شاء الله من درسوا بنفسهم من خلال الكتب او من خلال الانترنت او من خلال داخل البوسنه لكن الان سمحت الان عندي طالباني هنا في مدرسه من سوريا ما شاء الله هم هربوا من سوريا الآن هم في صف الأول هما في صف الأول هنا في مدرسة وأنا أدرس اللغة البوسنية معهما وأنا تمارس تمارس اللغة العربية وأنا أساعدهما لهذه الفرصة وللعلم أستاذ صالح نحن يعني نعترف بكل تواضع أننا لا نستخدم اللغة العربية واستخدمناها بشكل أكبر كمحادثة نحن أنا عندي برنامج في الراديو كل يوم أتكلم حاول أتكلم اللغة العربية ولكن اللغة العربية بحرينية يعني ولكن نستخدم اللغة العربية الفصحى حاول ولكن تتأثر باللهجة البحرينية لكن مع أهل البوسنة الحمد لله يعني بدأنا نستخدم اللغة العربية أكثر يعني أنتم شجعتونا على استخدام اللغة العربية يعني الفصحى
Vladi, kaže, mi inače... Emily, ennekum azunu الإخوة العربية سيعيشون هنا سيعيشون هنا في في بوسنا ونحن إن شاء الله. نتكلم ونتحدث ونتعامل نعيش معكم لأن واحدة من أهدافنا هو أن نرى أهل البوسنة يستقرون في البوسنة ولا يهاجرون ويتركون البوسنة. Kako su inače govorili narodni jezik, bahrejinski, ali kako su došli ovdje, kako su i bosanci njih ohrabrili, postepe da uče sve više da govori književni arapski jezik. Kaže, to nismo znali, kao to smo otkrili. Ja, ono, u suštini, on se zove naš klinom dvojicu ovima maka, pa hoćemo malo da naučimo i tako, ima šanse i naša da mi malo vježbamo. Maris je, Maris je tu Maris, no Maris, jel? استاذ صالح نعرف ما عندك من وقت اعطيتنا اليوم انا الان في خدمتكم الله يعزك عزك الله عزك الى اين تريد ان شاء الله أوكي. لا انا سوف احاول في المستقبل ان شاء الله متى تريد قول لي قول لنا في المستقبل ان شاء الله انتم هنا كهذا بيتكم الله يعزك الله يعزك احنا ننتظر كل هذا اللقاء من زمان احنا اتينا الاساسين في ابريل صاحب الدار صاحب الدار اتينا انت هنا كصاحب دار الله يعزك الله يعزك الله يعزك بيتنا بيت الله يعزك بيت احنا هذا ما شعرنا من اخواتنا اللي تعاملنا معاهم خاصه اختنا زين انتوا تعرفون مليحه ايضا مليحه نهله ايضا ذكرتكم بالخير كثيرا وابننا ايضا نفتخر به ابننا حمزه ما شاء الله منتج يعني نعتبر ان هذه المدرسه اذا تخرج طلبه امثال حمزه فانتم ان شاء الله موفقين على الدرب ان شاء الله نعم يوجد افتر يوجد سلمى ايضا سلمى من هنا ما شاء الله سلمى ايش سلمى سلمى هذه يعني بعد هذه نعم هذه منتج اخر يعني možda recimo sad, samo da im objasnimo neke stvari da oni pošto oni onaj skeniraju nas. Pa da nešto medrese da znaju tako, znači pa ćemo da im pojasnimo. Ali ovo će biti problem, ovo stvarno neće biti problem zato što... Dobro, ali ove neke stvari koje mi hoćemo. A druga stvar neće biti problem zato što on govori dobro engleski i arapski, tako da će mi se snaći tu oko ovoga. Sad ti, brate Hafize, pošto ja hoću malo da ono, to moraš ti onaj više... He is a person who has many ideas, but he create many changes. Mašala, mašala. Ha nije, ali? Ovako, suština je... mi smo, da kažemo, shvatamo islam malo drugačiji način nego što je do sad. Mine nuhavilo en nefem islam bi mefhumi ahar. Alhamdulillah. Kod nas je do sad islam shvatan kao stvar džamije, i znači privatna stvar. Arakal islam kenahu islam fil mesjid fakat. Uve šahsi. Sahih. Sad, ja, ona, suština je, mi smatramo da mi kao muslimani, kao islamska zajednica, znači ovdje kao, moramo ući u sve pore ljudskog života. A tebira enahu enana kel muslimin, la vute en nedhole fi kulli umuri ređara. To je jedna stvar. Druga stvar, nas interesuje da da naučimo djecu da rade. Nehtemu neđal minatulab en jamalu. Jer do sad je, da kažemo, u islamskoj zajednici provladu mišljenje rad, hutba i vazi tako. Hatta lana indena kjane imam u alazi je taharaj min medresa, eno je kun imam, jani jamal fil mešćid fakat ilke hitabu. Dvije rečenice mrzim. Ne može se i ne isplati se. Recimo ono što mi smo sad, što mi pokušavamo, a imamo malo problema, budući da kažemo idemo malo ispred nekih unutar islamske zajednice. Farobama indena mešakil enana ne takademu kable ba'den
šahsijat, evo, Badr Medaris, film adres, film džemije islamije. Mi smo ove godine sve uradili da imamo odsjek medicinske škole ovdje srednje. Fi hadi sana havalna en hunake neftah el kism li tib, li medrese sanevije. Ali su oni, budući da je to prvi takav slučaj unutar islamske zajednice, rekli da treba malo razmisliti, da trebamo, treba vremena i tako dalje. Ono što je, recimo, mi imamo situaciju u Bihaću, da katolički školski centar... Fi Bihaću, unake fi medresa katolikije, jani sanavije. Otvori... otvori medicinsku školu i idu Bošnjaci svi u nju. Hije fetat medresa sanevija li mumeridin, mumeridat, okul muslimun i edhulun fi hazan medresa. I sad recimo imamo situaciju da djeca ispod križa idu odavde, znači idu zato što u katoličkoj... Bele finish from this. Fa hazi il ba'da unake rumuz fi hazi medresa mesihije. I onda idu u Evropsku uniju. Idu u Evropsku uniju i tamo će opet biti u katoličkim i kršćanskim zemljama. Fa hazi fil bidaj istimrar min huna ila muvasala dirasa fi duvel ovdje. Ta djeca su izgubljena danas. Fa nahnu na'tebil haula ennehum mefkudin. بالفعل لان هؤلاء معظمهم يهاجرون بعد ذلك يعني هي تصديقا لكلامك استاذ صالح سامع هنا قطعتك كلامك بالضبط صحيح لأنه توجد الآن حتى في بهاج أكثر كلية يوجد عليها إقبال هي الكلية العلوم الصحية يعني لكي يهاجروا يسمونها كلية الهجرة لأن الناس يكملون الدراسة ني بروبلم شو يدو مجوتين بروبلم اوه اكو يدو ني بروبلم كي يدو كمسلماني ياكو سعودي يعني كمسلماني ليست مشكلة في الهجرة بل مشكلة في jer on će dole biti zaraće sredstva im za život i biće i vraća se. Ima će osjećaj islama i pripadnost islamu i tako dalje. Anam laysa lahum yani shuur islam. Sahih. Da je bilo malo više sluha. Mi bi sad imali ta dva razreda u katoličkoj što idu, bili bi ovdje u medresi. Law kana hunaka mafhuman sahihan ha zaini as-saffaini kana fi madrasatina wa lam yakuna fi Mi sad recimo, jedan drugi primjer koji se nadoveže na ovaj je pitanje recimo ovaj učenje njemačkog jezika. Talim lugatul almanija. Mi imamo ovdje licencu OSDA. Indana ruhsa min OSD, hazihi OSD, yani KGT. Quality Assurance program. Prije nego što smo se uključili, na polaganju u katoličkom je bilo 300 kandidata. Kablima dahalna fi haza mešru, fi medrese katolikije kene salas mije. Talib. Sad smo mi, sad trenutno u ovom mjesecu imamo dva polaganja. Fe indana hunake fi haza šehr, indana imtihanin. On nemaju ni jednog kandidata. Wa indahum lam yakun indahum ej fard, evo šahs. Svake godine se licenca obnavlja. Hazi ruhsa li ta'lim tetajaddad kullu sana. Ali oni su nama kad su vidjeli kako radimo dali je na 5 godina. Lazi iza hum raw anana na'mal hazi bi tariqa sahiha atayna 5 sanawat. I otvorili smo filijale u Kladuši i biće jedno prijedor. Fatahna aqsam fi Kladuši wa prijedor. Mašallah. Ono što da kažem ako bude sluha i ako se budu ono što nas interesuje, četiri su neke temeljne, da kažemo, potrebe ljudske i četiri su... Hunake fi uzinu sagija, elati tasma, hunake arba šja. I mi želimo da djecu odgledamo tom. Medicina, vjera prvo, jel? Nuridu enu edil lad evren edin. Edin. Medicina. Tip. Poljoprivreda. Zira. Informatika. Te IT tehnologije. To su četiri. I islamska zajednica, njene škole islamske zajednice mora imati ta četiri osjeka i mora biti najbolje u državi. Medaris min mešijeha islamija la bude kune ni kurli medrese hazi eba ksam. Zato što pored svih ovih resursa koje imamo, ako imamo i Božiju pomoć, onda znači ne može niko sam. Iza fa'alna še'en bi hazihi la bude hunaki inša Allah. العون من الله تعالى.
I normalno moramo biti sposobni, znači da iskoristimo sve ovo drugo. Labute nekunu džahizin en nam. Mi se tako i ponašamo. Hajde, ne te sarvo bi hazi tarika. Trenutno, na primjer, nama tika opremila laboratorija za biologiju i fizičku hemiju, ja ću vas provesti da vidite. Hazi tika je heja Turkija, التي عملت لنا هناك المختبر لكيمياء وبيولوجيا يوم الأحياء فيزيك فيزيك da nam ne govorim dalje kad odemo vidjet ćemo. Se ne radi. Tako u svakom segmentu gdje treba, znači mi ćemo se potruditi da imamo najbolje uslove, da imamo najbolje resurse. Mi u budućnosti želimo također da imamo projekat za novu zgradu. 8000 kvadrata. Tu bi trebalo biti obdanište, ako Bog dadne, i osnovna škola. I domovi koji domovi za učenike, a koji bi bili u formi stanova. Recimo jedan šuk od 44 kvadrata, recimo. Koji bi se mogli iskoristiti, recimo, šak. Koji bi se mogli iskoristiti preko ljeta kao hoteli i tako. Lakin haza fi sna il sena dirasija, ama fi sajf je kun unake ke fundu. Jer tu bi stanalo djevojke i recimo... Had mašari ne kan ma džamat bihat ša il almi. Ovo se, to bilo bi ovo i... Mokterahat ne, ne znam na ima. Ne znam kako, na što mislite. Džamat bihat ša, ne kan ne tkalim na šajin. استغلال الأماكن التي عند بروفيسور فؤاد أيضا عند عمل فندق لجامعة بهاج بحيث يكون الفندق ذات عائد مادي نفس الأشكال يسن أن ينكاج بهاج ده سفوه دوك فؤاد إيميو تما هذا كل أكاديمي إيميو زي ليتي وناي تاكو نشت لا مقترح مقترح لا لم يعمل لم يتم لم يتم تنفيذ بريدو ali ovo bi jer u nas djevojke ovdje kad stanuju one, evo, mi imamo 10 godina, prostorije su kao nove. Mi imamo, lena, hunake, fi kism li banat, hazi hi il guraf, wa seken, ke ennehu džedid, muzu el fej varba. Mašala. Jer one čiste tri puta dnevno. Hune ih temne, bi haza nazafe se da se mara rat filion. Mašala. Mi se sad trudimo da momke bar malo naučimo. No havilo en nam el haza li mal banin. Mašala, hvala. Ali teško. Sav, što je? Sav, kjeti. I da kažemo, mi bi tako mogli da budemo, da organiziramo kampove ljetne, što nam je u interesu, ako voda, vidjet ćemo, mi smo se pomrtili s jednom turskom medresom, najvećom medresom u Istanbulu. Ja ne namel hunafi snaj sajf. Sazin, ali fakra, jani markaz fa'lan sajfi jamil. Jedan jamil, jamil, jani sajf. Mi imamo, 3 godine nam dolaze, otprilike 90 Turaka iz Evrope, djece. Jani, munzu se lasa na vat, kule sene je tune, jani fauč, evo među mua, ne tu lab, ala trak. Imaju ljetnu školu. Takriben 90 talib, u jahdurune huna fi takriben šehr, evo kalni šehr, fa hunake dirasa li talim i luge Turkije. Mi ćemo ove godine pokušati, znači, da organizujemo i recimo, bili bi zainteresirani za druge vidove sadržaja, ne samo ovo, nego recimo i nebitno to sad informatika, je li to neka druga oblast, islam ili nešto drugo, jezici. Kad odbrimo bazen i plivanje, učenje plivanja, to ako voda. I to ako voda. Na rida na raha il faciliti li kaj ahna ajdan, mumkin na'mel mu'tamaratna huna. Jani, mumkin na nefad il... Mi možemo isti nabrati od sada. Sazin na ta'tabar, jani... Nahnu nefadna mu'tamarain fi funduk. اوكي ولكن هنا اجمل بكثير نعم يعني احنا سوينا في امبوريوم مؤتمرين انا في خدمتكم تعرف انا في خدمتكم ان شاء الله اوكي مي تكوجر pored ovih hoćemo da budemo i centar za jezike znači pored ovih عندنا نريد ان نكون هناك مركز للغات هنا Mi sad u sljedeći petak treba da dođe profesorica u stvari treba da dođe ambasador sa Sjedinjenih Američkih Država في الجمعة المقبلة سبت الجمعة المقبلة ستحضر هناك السفيرة من سفيرة الولايات المتحدة وانا تشكو بودا وانا تشدوتشي
da posjeti akces program koji ovdje ima engleski. عندنا هنا لكي تحضر هناك لمجموعة تخريج الطلاب والطالبات من برنامج لتعليم اللغة الإنجليزية. Imamo otprilike 30-40 učenika koji su stvarno dobri u, to, u engleskom jeziku, zato što, pored škole, znači ima i taj akces program gdje dobiju certifikat od američke ambasade. يتعلمون ويأخذون يحضرون هؤلاء من سفارة. Sad u subotu u prošlu smo bili smo gosti iz Yunus Emre Turski. في الأسبوع الماضي كان هناك ضيوف من مؤسسة يونس أمرا من سريو. Sanima ako Bog da ima ovdje se izučava i turski jezik. Lida, a ja ne talim u Turkiji. I ako Bog da smatramo da, i njima smo to rekli, mi želimo da mi budemo centar, znači ova medresa da bude centar, znači ako Bog da kad oni dođu ovdje da budu ovaj... Da onaj... Da jednostavno da se ovdje stacioniraju, da svoje imaju kancelarije, da imaju... A je neke merkez ili talim lute Turkije, kemak? Tako da bi u suštini znači imali engleski, arab i turski. Sada s kim imamo problema? Ma, lugat ili arabi, ali nam šakim. Ja sam pokušavao i sa arabskim ambasadom, međutim vrlo su spori. Havela an tarik ba'd al safarat. Nem te ti djao. Ja sam za ovaj njemački sa čovjekom dogovorio u 5 minuta. Bi lugat ili armanija, nahnu itafakna fi guduni 5 dakajka. I evo sad ovaj... Ajmo sam ana fi Sarajevo, nafs al kalam. Čuli smo i ovo Sarajevo, isto priču. Mi smatramo da će naša, Allah je nama poslao kao blagodat ove izbjeglice iz Sirije, nadam se da će biti jedno barem 15 još. Rubama je kunu nijeme minel muhađiri min Surija. Tako da bi i u praksi taj arapski zaživio, Allah će dati onaj i bereket i ovaj, ako bo. Tako da, mi smo otvoreni, mi smo svima rekli, znači mi smo otvoreni za bilo kakve vi saradnje i svaka... svaki kontakt sa različitom grupom ljudi će nas ovaj naše proširiti naše vidike i ovaj je to vaša humina. Znači tako da otprilike to je ukratko. Ima još jedna stvar, znači mi imamo kupili smo 140 dunuma zemlje. Kako se rekao? 140 dunuma. Indena mi je 40 dunum. Fedan. Mašallah. Fedan. Ove godine smo posadili, u stvari imamo oko 2500 krompira, 2500 kilograma krompira. I jesna onake prosreko da smo nešto posadili, pa sad. Dobro, znači krompir. Batatas kem oko 2500 kilograma. 2050. Yani 250 kilo. I imali smo oko 1200 kilograma luka. وأيضاً من بصل أسرق كيلو 1200 كيلو. وإذا كنت هذا هو početak želimo da. Posadili smo i orahe ovdje. Krasna džavuz. Jani maruf. Juče smo imali jedne poljoprivrednike iz Turske pa smo razmišljamo o plastenicima. ايضا هناك بعض الاشخاص من الاتراك ونحن نفكر عن زراعتي هناك لا اعرف بالضبط باللغه العربيه ما يسمى زراعه البطاطس تحت بلاستيك زجاجيه زجاجية سموها زجاجية اها زجاجية زجاجية ليس زجاجية بلاستيكية بس هي سموها زجاجية نعم كأنه زجاجية زجاجية لكن أو سموها محمية Ovo se mene mahmijat, mohtasar. Ovo, još sa ovim ću završiti, znači imamo ovo brdo je otprilike 65 dunuma. Onda nam hunak Hazel Džeber, kema kale, Hazel Džeber, 65 dunuma. 20 je naših. Širine bitan. Pokušavam se uopšte da govorim da komplet ovo brdo pretvorimo da bude park i voćnjak. Nije da je kun hunake al hazel džabel hazel mekan lil hadika u al favake. I mi nudimo njima, ako nađemo zajednički jezik, mi ćemo posaditi sve i održavati. Hazel je muhafaza, za općinu govoriš. Aha, jesu. Ali muhafaza, nuridu, hazel ktera lehum, al namal kule šej,
وإذا هم أعطوا لأنه هذا ملك للمحافظة i da u sljedećih 50 godina znači da da Cazin ima jednu oazu zelenila ovdje. Žala je kad ne fi bud fil 50 sana fil mustaqbal yakun hunaka waha. Mašallah. Ma'rufa fi Cazin. Mašallah. Laysa waha indana lakin mašallah. Mustaqbal hazi kelma waha. O hada bi mujis. Hada bi mujis ma kultu lekum inshallah fil mustaqbal senera ve se ushiru lekum اشياء استاذ صالح او شيء انت يعني لست فقط صالح ولكنك مصلح جزاك الله خير ومن المصلحين يور فيجنري ليدر اند صاحب رؤيه واحنا قابلنا كثير من القيادات في البوسنه بشكل عام وفي بهاج او اونا سانا كانتون بشكل خاص راينا ناس كثير تتكلم ولكن لم نرى ناس دقيقه في شرحها لرؤيتها مثلك انت الرئيس ما كان يريد لكم ده تاكو يد مستمر وبرلو بريسيز يعني نسال الله لك ولنا القبول ان شاء الله في هذا العمل المبارك لانك انت فعلا تثبت يعني ارجل هذا الدين الذي دافعتم عنهم بقوه وشراسه قتالا الان انتم افترض تدافعون عنهم من الناحيه النفسيه ومن الناحيه العلميه انتم برانو هوبد كاجي سوين جيبوتم وزملي وهاي كاي ساتورات تيستو واحنا كنا ندعو يعني الله سبحانه وتعالى قبل ان نترك البوسنه ان نرى اشخاصا امثالك لكي نعطيهم يعني الامانه التي رايناها احنا جلسنا الان نستطيع نقول 6 شهور اذا حسبنا وقتنا من في ابريل ومن جولاي فول تايم فروم جولاي تل ليف ان شاء الله الميدل اوف ديسمبر سو ات لايك 6 مانث اوف اور لايف يعني 6 شهور من عمرنا قضيناه متفرقين كي فقط نحاول ان نصنع شيء في البوسنه ليس فقط يعني طبعا هو لله اولا ثم لاهل البوسنه ولكن ايضا لكي احنا نصنع نماذج ناجحه لما نسميه اقتصاد الالهام وانت ارى ان سبحانه وتعالى قد يكون هذه يعني اذا الله وفقنا معك يكون باروكه اعمالنا لان احنا عملنا كثير احنا سوينا اكثر من 18 مشروع حتى الان في البوسنه هم كاجه هو سوي كنا شو سبرودلي كاجه قال كاجه ويزاني 6 مسيتي ناشه فوكس ديو نا razmišljanje u Bosni. I kaže, sad smo, pošto smo tebe i upoznali, sad vidimo koji je tu napredak, odnosno vidimo dokle mi možemo stići. Ali evo, ti si nam dao taj, on tu sad govori, to je kao inspirativna ekonomija. A ti si nam kaj tu pomogu u tome. Uvahna, kar kelle amalne ne mođude ala YouTube, li dalek ino zavor, معظم الاماكن التي يسمحون لنا نصور يعني بما في اسكره احنا كنا قبل يومين مع اسكره يعني تاخرت زينت علينا شويه شي بيكم ليت يعني بس احنا مثلا مشاريع كثيره بديناها من جولاي الماضي مثلا مع نهله مع المرحمات بقول انا قصص الفرق ان شاء الله الان الدكتوره سوف تعطيك مختصر عما نقوم به هنا معهدنا وكثير من الاشياء اللي نعمل به تستطيع ان ترونها في على اليوتيوب لكي نختصر الوقت يعني نحن الان احنا مؤسسه بدانا فقط من اوغست الماضي في سلوفينيا بس بوتشو كاجو بروش اوغستا ما صار اوغا العام الماضي العام الماضي في ماري بور في البوسنه لكي نبعدها لكي نجعلها شيء عالميه التفكير ولا يظن الناس انها هي عربيه لكي يروا الناس ان هي عالميه التفكير انا كاجو ميجيلوما ده تو بده برميشانيه كاو اوروبسكو سويسكو انا كاجو سمو عربسكو ولكي ايضا نستهدف الدعوه من خلالها من الدخول في اي بلد في العالم اذا يدوم بتون سويسو ده ني بيت من زمانه ده ما عدا دوله واحده التي استثنيناها وهي اسرائيل التي الان محتله من فلسطين ونحن اول مذكره لكن اول مذكره يعني تفاهم وقعناها مع جامعة النجاح والتي هي تعتبر أكبر جامعة في فلسطين عدد طلابها 30,000 وهم الآن يعملون معنا أيضا من خلال جمعية مجتمع مدني ونتواصل معهم من خلال السكايبي نعم أستاذ كسويس بوتك لو موران يوش نشتريتش Oni žele da on malo to predstavi pobliže. Ali mora još oni trebaju da shvate s kim imaju posla i kako mi, znači, da razumiju neke stvari. Zato moram još ovo, pa ću ja neću više. Ovo je vrlo bitno, zato što, pošto da on
pitanje rata i ovo. Suština, znači, mi smo imali, za Vakufos da kažemo ovo, da. Imali smo, znači, ljetos konferenciju, znači, o Vakufu Bihaću. I neki ide na Kenu Mutemer, Anila Okaf, Vakuf Islami, Film Bihać, Fisaj Filmadi. Fihazi Sene. I ja sam imao obavezu da radim rad u medresi. Ana kana ihtimami yani al waqf fi al madrasa minuz bidaya ممتاز obuhvatio sam period zadnjih 150 godina zato što je ova madresa osnovana prije 150 godina minuz 150 sene alazi unshit hazi madrasa mashallah hadi minuz 150 sene imao sam priliku da vidim dvadesetak što historijski što različiti drugi čak i popis stanovništva historijski izvora i tako dalje. Ra'aytu huna aksar min 20 ihsa'iyya li kitabati al-muwatinin. Munzu 150 sene. Mašallah. Ihsa'iyatu al-muwatinin. Mašallah. Kad čovjek ima cjelokupnu sliku, onda može neke sura kamila, onda može razumjeti vrijeme u kojem on živi. يستطيع يفهم الوقت الذي يعيش فيه. إذا يكون هناك سورة كاملة. سألت يوسف يدنو استفاء. أدركت. Da smo mi prije dva, ja sam bio isto u ratu, jel kao i većina ovoga stanovništva. U Kana fil harb. Mi smo se branili golim rukama doista. Fil bedaja kana hunak difa bidun sila. Ja sam imao automatski pištolj koji sam lično jako. هو قال عنده كان في البداية عنده مسدس الذي هو اشترى بنفسه لم يكن هناك واستخلص موتيل ودي كل ما أخذنا من الأسلحة أخذنا منهم بالقوة دوتا سناش سوستم نستوتين قودنا ونشتغل هم كانوا يعني خمس كوكستون مية سنة هم كانوا بمثابة إبادة المسلمين Prvi put smo mi se vlastnim snagama oduprijeli. Evo mara kene, jani ku difa an fusina bi en fusina. Ovaj okrug Bihać, Mentik Bihać, je prema popisu austro-ugarskog stanovništva tada, prije 120 godina. Hazi mantikat min mađar, nimsa min nađu mađar, jani imperatura. Bilo je oko 160.000 kršćana. كان هناك 160 ألف مسيحي. ناس يوصلوا سام 80.000 أوصلوا سكرات يعني هجروا. كل المسلمون هاجروا إلا 80 ألف مسلم الذي بكى. فعلى بوجو سادة ناس 300.000 أودة. الآن الحمد لله عندنا 300 ألف مسلم. نعم مانيكاكو. ما عندهم قليل. نعم. هم هرب. نعم. هم هاجر هاجر الحمد لله الآن نحن وحدنا هنا الحمد لله هذا بإذن الله إن شاء الله تومي هذا ساعدني أن أفهم أن هذا الوقت الأفضل الأفضل ولذلك احنا اتينا الى لأن اول نقطه لاننا في هذا الوقت لنا حكومه لنا علم لنا علماء كثير صحيح الحمد لله في كل ولنا في كل مجال عندنا فرصه للدخول لنجاح وعندكم فرصه لكي تبينوا الاسلام الصحيح للعالم كله لان انتم لستم متعصبين الحمد لله أنتم ناس معتدلين في دينكم حتى الإسلاميين يعني الحمد لله هم معتدلين في توجهاتهم وهذا ما نريد أن يعني أنا فعلا أسميه الإسلام الأوروبي الذي نريد أن ننشره للعالم كله الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا سيعود إن شاء الله من خلالكم إن شاء الله لكي حتى ينقل إلى العرب الذين يعني الآن احنا نعرف الاسلام بالشعائر لا نمارس الاسلام يعني اليوم ممكن اكون انا معروف عبد الله بن رواحه يا عبد الحرمين لو ابصرتنا ما فائده ان اكون في المسجد وان انا لا اعرف كيف اتعامل مع الحياه بطريقه علميه حديثه وهذا ما لذلك قلت ابغض جملتان هاتان احسنت لان في كومنا هم
kako se kaže, medije, štampa, televizija, oni govore kako je teško, kako je... Oni govore kako je teško, kako su loša situacija. Međutim, kad pogledamo čitav ovaj period, kad pogledamo, znači onda shvatimo da je on najbolja moguća, da nikad bolje neće ne pustiti za Bosnu. وسائل الإعلام تهرب الناس إلى خارج البوسنة تقول لهم أن الوضع سيء نحن يعني أستاذي صالح إحنا متحمسين جدا نسمع منك لكن نريدك أن تعرف ما قمنا به حتى الآن لكي نبني عليه لأن إحنا سوف نترك البلد إحنا حين نخاف دائما أنا أقول حق سنتنا وأخواتنا اللي يشتغلون معنا إحنا نخاف لما نمشي الجهود كلها يعني وهو قليل دائم خير من كثير من قطع نريد أن نحافظ على استدامة العمل. نعم، كاجد سات بوشسون دوش تمام بريستري تو. كاجد ناشة تيد ده نوش تورادي وده تو أستني. ده سنا زاتو. Jer kaže bolje onoga što smo malo uradili da to ostane nego da kaže dugo ostanemo, dugo se ističe ništa. Istikame. Istidame. Sustainability. Istikame, sustenja. Istikame, utrojnost, trajnost. Mustaqim. Je i trajnost. Dinas sirata mustaqim. Znam, znam, ali on je ovdje htio reći kontinuitet. Ja, kontinuitet. Kontinuitet. To be continued. احنا طال عمرك احنا الان في تشوف تشرح لك دكتوره دنيا بس اريد ان اقول لك احنا في خلال سنه صحيح ان عقدنا اكثر من 5 ملتقيات في في سلوفينيا في البحرين وفي البوسنه ولكن كانت يعني نستطيع ان نقول ان في السنه هذه نصف جهودنا تركزت الان على البوسنه لان هي اول نقطه لنا خارج الدول الخليجيه احنا بدانا في البحرين ثم انتقلنا للإمارات والكويت والسعودية وهذه الدول لكن رأينا أن البوسنة وخاصة عندما أتينا أخذنا لفة على كل البوسنة في أبريل قلنا هذه النقطة التي نريد أن نضع فيها بداية الفكر اقتصاد الإلهام وكذلك اسمه هذا سوق بوش 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 Ja pokušavam da sve saznam šta je to, kakav je to program. Samo smo ovdje. Uhavali na tahalef ma'a thalaf anwa' min al-jihad. Jihad ula, ahtemelna... Stri. Jihad akademija, metelan medaris au jami'at. Jihad thanija, manadlamat mujtema' medani. Thumma akhar jihad, jihad šibih hukumija u hukumija. I treće kaže vladni ili provladni. Lajna nara, ahna nara na hukumat fil akhir, هي ممكن تكون معوق اكثر من تحقق نتيجه لان لا يعني احنا انا تيت من دخلت حكومات كثيره وغيرت في يعني مثل ما انت انا تشينج ايجنت اي جو ان تشينج سوسايتي اند سو اوكي اي هاف لونج ستيت تشينج ذا مايند سيت ايفن اوكي يا بس ان احنا راينا نركز على الجهات العلميه والجهات المنظمه المجتمع المدني ثم الحكومه فتحالفنا مثلا مع الحكومه مع وزاره التربيه Ona sana kažu, recimo, lakše je napraviti novo nego promijeniti ovu državu. Ovo je kul anahu ashal an tamal tabni shtabni shay an jadidan wa an tugayira al fikr fi al hukuma aw fi al dawla. Asab, asab, sahih. Atfaqna. Ja se izvinjavam, ja sam uzeo previše vremena njima. Ali sam htio da oni shvate gdje su došli da dobiju jednu sliku od nama. Uja, tezi da nego ja za vakten kisiru, laki uja rade, jani, en tu tudriku, jani, el mekan, on... Kad vide sve ostalo, znači oni će imati vremena kad odu u kući da vide prilike i onda će oni vidjeti gdje bi mogli da nam pomognu u ovim segmentima, znači gdje bismo mi mogli da nađemo. A za jani mulaha za fakat, dakle, munki ne tu vas. Ne, taj. Ana bez habita gulna, احنا ايضا تعرفنا مع اونسانا يو اس كي تي في الراديو اونسانا كانتون تي في الراديو اخونا عزت وهو رجل انا ارى انه هو زميله ارى نفس التاريخ هو زميله صديق ليس زميله انا وعزت ومجاهد مثلك يعني سكننا ما شاء الله سكننا في منزل واحد ما شاء الله في الكليه ما شاء الله ما شاء الله فهو يعني هو رجل كوم ليس الان هو شاهد في الزواج ما شاء الله هو زوج من بيتي ما شاء الله ما شاء الله هو ليس من زوج هو زوج من بيتي هو اخذ زوجته من بيتي ما شاء الله هو
Od Kefe, lakin... Ona sutka se udala iz moje kuće. Pa da, onda misli da to iz moje kuće. Ne. Ona se... Kua je rade in kula enaha zemčetovu kjanet. Kjefi min ajla uhra, laki džajet ila ajleti. Pa huva te zavrđe minha min ajleti. Laki kje min ajla uhra. A ona vjenčo. حبيت أكمل لك أستاذ صالح. فإحنا الآن نريد أن نركز أن هذه الجهات حاولنا نتعامل مثل جامعة بيات ولكن نرى أن أيضا المدرسة وهي الأفضل. يعني اليوم لو أنا أعطيت مدرسة ابتدائية أو وصلت إلى مدرسة ابتدائية أو ثانوية أفضل لي من أصل إلى الجامعة لأن هنا أستطيع أن أبني الإنسان هنا. وأنتم الآن أمام تحدي كبير. أنتم نعم البوسنة تغيرت جميع من قابلته في سراييفو وهنا يقول أن البوسنة الحمد لله نحن في صعود من ناحية فهم الدين والعودة إلى الإسلام المساجد بدأت يعني المساجد الآن الحمد لله بدأت تمتلئ الحجاب بدأ ينتشر لكن في الأخير أنتم أمام تحدي كبير التحديات أنا سأقول لك التحديات من خلال فرق العمل الخمسة التي أخذناه لكي ترى أننا نحن أشخاص قليلين نحن تونا بادين يعني إحنا تستطيع أن تقول أن إحنا تقريبا اثنين بجانب عندنا يعني أصدقاء كثيرين يتكونون من جميع أنحاء العالم ولكن في منطقتنا العربية هم كثير أتباع لنا ولكن نريدك أن ترى ماذا أخذنا من مشاريع ثم نتكلم معك عن كيفية اختيار مشاريع للمدرسة فتفضل دكتور مش ممكن اساعد وان برينيتي ا دافيد تي فيدي شتا تي اوزو تو تي بروجكتا زويزو زمبس طبعا يعني احنا من الامور اللي نستخدمها في اقتصاد الالهام هي موضوع الملاحظه الملاحظه كي نرى ما هي الفرص فكانت فعندما اتينا في ابريل الماضي دونا ملاحظاتنا من خلال زياراتنا لمختلف مناطق البوسنة. كزمدوشو أبريل أن نسمى بروفيدل داكلة دا بس أوفيريمو شتا إمامو نا تمسين برادمو وزرنا كثير من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات وخلافها راشتا زرنا 30 نقطة 30 بما فيها سازين انتهينا إلى سابس لن نأتي له هنا وكانت من أبرز ملاحظاتنا على المنطقة عن وجدنا أن هناك مشاكل في القيم الفاليوز خصوصا مع انتشار القمار بشكل ومحلات المراهنة والقمار بشكل يعني حتى عندما أخرجنا الخريطة وجدنا حوالين كل مدرسة ما لا يقل عن 10 محلات قمار كحد أدنى وبعضها أكثر. بس نريد أود بريلك دو دسيتك تشك أويه كلاديونيتسا يستلز لاجين. المشكلة الثانية التي وجدناها وجدنا في الكواليتي أوف لايف جودة الحياة. كواليتي زراكا يعني. وخصوصا. جيبات يعني مثلا. كواليتي جيبات. جودة الحياة. ممارسة التدخين. مثل الممارسات غير الصحية. الممارسات الجنسية. وعدم وجود خيارات للناس مع انتشار الفقر. وأصبح وكأن الفقر يورث وهو كأنه ليس خيار وينتظرون دائما المساعدة. نعم الشيء الثالث الذي لاحظناه الكثير يتذمر من البطالة وغيره ولا توجد روح الريادة في العمل. Kaže, ljudi su uništeni, ne vidimo, kaže, taj potencijal za sport, za aktivnost. Rijada, ili ibda? Rijada. Creativity and innovation. Teždid. Entrepreneurship, creativity and innovation. Creativity. To be more job creators, يعني يكونوا صانعي وظائف وليس طالبي وظائف. ثم لاحظنا قلة وجود الشباب في العمل التطوعي. Onda smo kaže vidjeli da je malo osoba koje se bave sa ovim volonterskim radom. والشيء الخامس الملاحظ كان الهجرة. الهجرة والتي كانت بأعداد إيميجريراني وخاصة المناطق يعني ولذلك حاولنا أن ننشئ فريق نسميه mitigating migration تقليل مخاطر الهجرة. Onda smo htjeli napraviti jedan tim koji će biti
u smislu smanjivanja odlaska i iseljavanja. وبناء على هذه الملاحظات شكلنا فرق فرق شبابيه. Na osnovu ovih zapažanja napravili smo fırk. اي نعم فرق عمل من الشباب المتطوعين oni koji su volonteri يدار من قبل الشباب لكويسو. ويوجد منتور متخصص فقط لمساعدتهم منتور يعني تيم لي فاسيليتيتر مرشد 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 لمساعدتهم مثلا زنتا منتور حق فريق الفاليوز زنتا مشاريع صغيره نريد ان نغير فيها المنطقه مثل مشروع يعني مثلا مشروع القمار لا يمكن أن نغيره فهو مثل المافيا المنتشرة في البلد ونحن نعمل ومدعوم الحكومة ونحن نحاول أن نغير الأمور بدون موارد مادية بدون موارد باور أو قانونية نحن نحاول أن التأثير أن نؤثر بدون أن تكون لنا أي قوة. وهذه الفن. هذه الإبداع. بس أدرجني فيلك سناعة. دكتور من أيام صد تو ممكن استدعتو سفينانسيس كي تقدر. أرجل مصدر سمالم استوارنا. لذلك ما نستطيع نحن لا نستطيع أن نغلق محلات القمار ولكن نريد أن نأخذ مدرستين ثلاث مثلاً. نقول نضمن ان جميع طلابها لا يمارسون القمار او نقلل يعني انا شفتو على رسمو uzmemo dvije škole i u tim školama nastavimo da kod učenika napravimo dakle svijest o tome da ne idu فنعمل بطريقة عكسية بدل ان نغلق محل القمار نجعل الطلبة لا يذهبون الى محلات القمار الى سوبر مو da zatvaramo te kladionice mi kod djece zatvaramo taj odlazak بناء الحماية النفسية السايكولوجية الحماية النفسية مثلا في الكواليتي اوف لايف عملنا مع مؤسسة مرحمة الموجودة في بيهاج da ovo što se tiče kvalitet života, radili smo sa merhametom bihaj. Wajadna anna alhalat allati ladayhim indahum hum yat'amun 300 shakhs يومياً. يومياً. ومعظمهم من 10 سنين وتوارثوا الفقر يعني من كان يطعم أبيه فجاب بالأبناء فأصبح يطعمه. هذا الموضوع. 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 ولديهم كثير من الحالات قوائم انتظار التي لا يستطيعون أن يأخذوها لأنهم مشغولين بإطعام هؤلاء 300 شخص. وهي من هؤلاء من لجنة. الجمعية جمعية مرحمات. فحاولنا أن نساعدهم في وضع بعض الضوابط كيف يدرسون الحالة كيف يقدرون الحالة المحتاجة. أكثر وجدنا أكثر من 40% من حالاتهم هم أناس تحت 40 سنة فهم شباب. Kaže ono što je poražavajuće i to što je većina u stvari 40% su manji stvari kako manje ispod 40% فعملنا معهم بعض هذه الامور وفي اقل الان من شهرين من زيارتنا خلال السبت الماضي وجدنا بعد ان اعادوا تطبيق المعايير من 300 حاله وجدوا فقط 95 حالة هي المستحقة. ناشك السوتو برابل هو نسمى دول براتيكا اليوم. كيرن مرة أخرى. من هؤلاء 300 كانوا يطعمونهم طيلة العشر سنوات. نعم. ولكن بدون معايير مدروسة ووضع شروط ومن يستطيع أن يعمل تحفيزه إلى العمل. Bilo je 300, međutim kad su oni proučili ko je potreben, zašto je potreben, ono, kad su sve to izbavljali, onda je došlo do podatka. Fa'adama kalna lahom. Takriban kem adad la jestahikun. Fa'asbaha 205 la jestahakun. 205. Naam. Znači od ovih 300, znači 205 ne zaslužio. Wa 95 jestahakun. A 95 samo zaslužio po tim nekim mjerima. Se jestamarun ma'ahom. والآن ستعمل الجمعية على مظلتين سيتابعون 205 ليستطيعوا أن يجدوا قوت يومهم بنفسهم دون مساعدة مرحمة لإطعامهم. još više da poveća potrebu za nije radio na tome da to organizira da ove dvije recimo grupe koje nek nije potreban. نحن نريد أن نحافظ على الطبقة الوسطى في البوسنة. كل ما كانت البوسنة عندها كل ما زادت الطبقة الوسطى في أي مجتمع تزيد جودة الحياة.
Jer ova taj srednji staraž se nastoji da taj kvalitet života kod njih bude. الان اخي صالح او جماعه الان الطبقه الوسطى شرينكينج نعم انتم تقومون بجهود كبيره ولكن سوف ترى مع الوقت ان مثلا يكون عدد الطلبه قليلين لان يذهبون يهاجرون الجامعات سيكون عدد الطلبه قليل الطبقه الوسطى الاطباء المهندسين الطلب الشباب الذين يدرسون الان تسحبهم المانيا ودول اخرى وهذا الخطر الان ليس الخطر فقط ان نستثمر في تكبير المدرسه او هذا شيء جيد نحن نعمل على ما يسمى الطريقه الغير مباشره في احياء المجتمعات on možda kaže sad nije to samo problem kod ove omladine što ti priči mi smo nego problem upravo koga srednji staraž što to isto odlazi i on sad kaže nastavi da taj srednji staraž da njega na ovaj način sačuva dakle kroz onaj svijest o tome da ostaju ovdje يعني لما تقول للمدرسه مثلا طال عمرك ان كم طالب درست وكم طالب متميز تخرج من المدرسة هذا نسميه نتيجة هذه نتائج اسمه وش كلكم ليش كلكم ученика средний а كلكم посебно في اللغة الإنجليزية نسميه results صح ولكن لما نقول إحنا بكرة إن هذه المدرسة طلابها ليس فقط متميزين ولكنهم ملهمين في مجتمعاتهم وبدأوا يوطنون ما تعلموه في البوسنة ولم يهاجروا ti učenici upravo koji završe da dakle da oni njihova svijest bude da ovo je dom i da se ponašaju prema ovoj zemlji kao da to je njihov dom. وهذا ما انا يعني اطلب سوف نعمل معك ان شاء الله ليس اليوم وغدا ما يصير في لحظه ولكن سوف نعمل حتى لو ما نترك البوسنه ممكن نرجع لهذه المدرسه فقط لكي نعمل هذا الاثر اذا انت موافق لان احنا نعمل للاثر لا نعمل للنتائج صناعه الاثر شيء كبير. لا كاجي مين انا ديمو ريزولتات امامو نيجو دا اوستافيمو اودريجيني تراب او تومي kaže nisam problem da imamo rezultate nego bez obzira kaže odemo ostanimo napustimo vas ovdje kaže mora biti trag tu da smo mi radili wa ara bil barghma al juhud allati taqumuna biha wa intishar al salah fi al masajid illa anna al bosna fi harb kabira fi harb ghayr mubashara ma al hijra ma al qimar bi shakl ghayr yani ghayr masbuq lam ara fi ay mujtama akhar ana zirt kathir min al dawl lam ara dawla tata'arrad ila harb al hasabishi frontova kaže ni samo front kaže ova nego ovaj front pitanje odlaska nubarak lakum al juhud walakin وهذه ليست يعني هذه بلدي الثانيه وبلدي الاولى ان شاء الله ايضا لكن انا اقول لكم ان انتم في حرب لا تقل عن الحرب الشرسه التي حاربتم عنها لا تقل ونريد ناس ياخذون بعض من هذا الفكر لكي يستمروا لان احنا سوف نذهب الان في جانيوري الى البانيا ثم الى سريلانكا فهذه يعني بس ما حبيت ان اقوله اطلنا عليك سامحنا ايضا ولكن اردنا ان نعطيك بس فكره بسيطه احنا ذهبنا الى سراييفو وبدانا مشاريع اخرى مثلا في سراييفو في مشاريع في بعض المدارس مدرسه حمدي في سراييفو القديمه معروفه هذه المدرسه غازي وسربك يا ايوه غازي وسربك اي مدرسة إسلامية. مدرسة إسلامية. لا بس مش حكومية. حمدي شيء. هي ابتدائية إعدادية. يس يس. هي ابتدائية إعدادية. مثلاً بدأنا معهم في تعزيز اللغة العربية لأنهم بدأوا أيضاً اللغة العربية هناك. ثم أيضاً بدأنا معهم في مشروع عنده المدير المدرسة. أخونا ممتاز أيضاً أخونا هناك. نسيت اسمه أنا في الحقيقة. كيف أنتم يعني فكرتكم يعني في المدرسة عندنا؟ لا نعرف حتى ما نعرف مدرستكم ما عندكم فكره يعني كيف نريد انكم ايش تمسيت السنه احنا الان نريد فقط ما سمعناه منكم احنا ما سمعناه منكم الان لكن نريد اقول شيء اخر بس اعطي مثل بس مثل واحد عفوا بس اخي صالح مدرسه ذيل الجماعه حمدي بدينا عندهم مشروع الان في تعزيز جذب الشباب من الشوارع لكي لا ياخذوا المخدرات او هكذا من خلال الرياضه ومن خلال ايضا الفن رسوم فاحنا ايضا نعمل معهم على تعزيز هذا ونشر هذا المفهوم في هاي امثله على يعني كيف احنا نتعامل مع المدارس رسوم بريمير كاك يوراتي مدروجي في الشكولا يعني في تمشتا ودي كاج مليام ودي ايضا جهبنا المدرسه اللي كنا نشتغل كاج مليام نشتغل وسوف نبدا مشروع للعلم يعني انتم ثالث مدرسه ندخلها فقط الان نشوف نشتغل كولكو واني واشتي يقول كم تم كسوني في حتى بدايه ديسمبر
Ja sam naučio jednu stvar, da ako nešto hoćeš da ozbiljno radiš, moraš biti stalno nad tim. وَقَلَنَهُ تَعْلَمَ شَيْئًا إِذَا تُرِيدًا تَعْمَلْ لَبُدَ أَنْ تُرَاكِبْ دَائِمًا صحيح الملاحظة وهذا الذي كنت أتكلم عنه سواكي كورك كل خطوة ملاحظة صحيح Evo, recimo, na primjer, ja nisam spomenuo ovaj merhamet. Mi smo shvatili i tu potrebu. Nahnu fihimna hazal, hazi bin isvetil merhamet fi bihač, fihimna huna? Na primjer, mi imamo 50-60 siromašnjih učenika. Indana takriban 50 taliba, taliba, jani min ajletil... Obišli su svaku pojedinačno. Pokunna nezur. كل العائلة. فيديو اسمه دتري ما مورا ما نحرق تكوشي. ومن هذه العائلات رأينا أن هناك ثلاث عائلات تحتاج إلى بناء مسكن. وكرنا اسمه أكسيو إذا برش اسمه سفتري. فكنا نبني ثلاث بيوت. نعم. Konkretan primjer ono što je naša humanitarna medresanska organizacija je sljedeći. Mi nemamo troškova. عندنا ليس تكلفة يعني كثيرة هنا. لا تكلفة مارك وارد. نعم ما شاء الله. само волонтерство как будем. Волонтерство. Problem organizacija kao Merhamet svi ostali, što se puno troši na administraciju. Mi možemo svojim primjerom adresa da pokaže da komplet islamska zajednica može da tako radi i da nema nikakvih troškova administracije. كل المشيخ الإسلامية لابد تعمل هذا بدون تكلفة يعني. صحيح. إذا تعمل هناك مشيخ إسلامية وجمعيات إسلامية. ما أريد أن أقوله عن مرحمة لك لم يكن ينفقون في الإدارة، بالعكس نحن نتكلم عن مرحمة بيهاج وليس سراييفو. فهم إدارة بسيطة. لا يتبعونها. كانت الفكرة أن هناك ناس يستطيعون أن يعملون بنفسهم. أعمارهم أقل من 40 سنة وهم من باب الشفقة كانوا يطعمونهم بدل أن يعلمونهم كيف يستقلون بذواتهم هنا والتغيير ليس فقط إداري ما أشرت إليه نعم. صحيح أستاذ صالح ولكن في أشياء أخرى أيضا طريقة التفكير لا تعطني سمكة علمني كيف أصطادها هذه فكرة جيدة ممتازة. ويعني ندخل إحنا في المؤسسات أستاذ صالح ونحاول أن نغير شيئين. مشاريع أنتم تعملون الآن كثير مشاريع مثل ما قلت عندكم مشاريع اللغات عندكم مشاريع فإحنا نرى ما هو الشيء الذي لا ترونه وهو نسميه يعني. جميل بس إيش نسميه النقاط العمياء التي لا أيضا عادة تأتيك يمكن في صوتك الداخلي لكن. لا تستخرجها الى الخارج لانك تنشغل بالاعمال الظاهره في كاجا تشيستو فيديش تو كاتب بوست يا كان نبني تو نا فاحنا نبني على نبني نجاح على نجاحك يعني انت ناجح ولكن احنا اذا انت في مؤسسات اخرى لا تكون اون ستيو ريتش يعني ده اون اوتفري اوتشي اي ده مي يعني ده اكو سم اوسبيشن ده بودم يوش اوسبيشن ده نه اون ستيو ريتش ده اكو kaže pošto ti uspješan. Yeah. Naš je onda cilj u tom samo da mi da bude još na tvoj uspjeh da se doda. Upravo to je razumio smo sam da vaš znači u suštini, znači da treba učiniti ako nešto ide dobro treba da još bude bolje. Yes. U suštini postoji mogućnost poboljšanja popravke. To yeah. mislim bude da sin ja. 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 يعني يعني احنا دائما نقول ان انت في الاخير هو استدامة العمل جزء من هاي ان الاحسان على درجة من الاتقان. لا كاجي تبي في الناحية الإسلامية. انت الله سبحانه وتعالى قال ان الله يحب اذا حد عمل احدكم عملا ان يتقنه صح ولكن الاحسان يعني درجات الايمان which means بالانجليزي towards perfection لنا مشروعات في رياضة في رياضة ايضا نعم ما شاء الله ممكن تبدا دوم دمي مره بجنب فيديو اذا تريد ناخذ جوله
جميل. أيوة لا بس وبعدين نرجع هنا نتكلم. خدنا من إسلامي ديفلوبمنت بانك ما شاء الله 3 ملايين من هنا ما شاء الله مليون فقط من فقط فقط 4 ملايين كي ام 4 ملايين هذا البناء من التبرعات من أهل سازين ولا من بيهاج؟ من سازين بيهاج كل منطقة بيهاج 3 ملايين نحن نعمل هكذا ما شاء الله نحن نحتاج في البداية قليل ثم اعتماد عدد في المستقبل عندنا في لنا جهد نحن سنعمل هذا وهذا ما أكثر من 1000 هذه متبرعين متبرعين أكثر من كتاب المتبرعين ما شاء الله ما شاء الله يعني أكثر من 1000 ما شاء الله 1000 مارك أو أكثر نعم ده something near something هناك ما شاء الله مثلا هذا بلغتش وتعطونا شهادة هكذا شهادة أيوة ما شاء الله أنتم الآن تدرون المدرسة كيف بالاعتماد على اشتراكات الطلبة أو كيف ثلاثة أنواع من حكومة كم نسبة 30% من طلبة ثلث وتبرعات هنا 3000 وأكثر ما شاء الله هنا وهنا ما شاء الله بحسب مبلغ التبرع ثلاثة إذا كان أقل كان نريد أن نرى ثلاثة ملايين في ذلك فليتنافس المتنافس ما شاء الله أو غير صحيح لا لا هذا هنا إنسبيراتيفكم نعم تحت دبر ممتاز إضافة وتحت خلف إضافة أي هذا نحن نعمل هذا ما شاء الله احنا يعني جولاي 2017 we can plan to have our jury competition here عندنا احنا جائزة التنافس بين الفرق ماذا تريد؟ ان شاء الله ماذا تريد؟ نعم ان شاء الله نريد المكان نريد مكان وسكن قد يكون اشك اسم ليس اسمي دوبر دكتور زيمان سوف نتواصل نفهم لنفهم جيدا ببطء وكريم سوف نتواصل معكم ان شاء الله في امكانيه عمل الملتقى في شهر جولاي القادم شهر 7 لان يوجد عندنا تقييم لمشاريع اقتصاد الالهام to jedan prezentacija tog inspirativnog inspirativne ekonomije kad je kon hada jayid ikun multaqa wa aidan la'mal mukhayyam danaprimo susret wa mukhayyam fi nafs al to kam kam okay wa ikun ma'a sakan wa kull shay ana ajra minkum kull hadhihi wa ikun rubhiyya lakum aidan a'ad lakum wa lana aidan inshaallah ono što mi sad gradimo مي الآن نعمل فريق التطوع الشبابي هاي أنا هذا في يعمل الآن على إصلاح دخول في داخل نادي يدنستو يدنستو كلب الآن إحنا كل فريق يلتزم بمشروع فريق التطوع الشبابي الآن أدخلناهم في مع يدنسو كلب لكي يساعدوهم على إصلاح النادي داخليا فهو هدفين نشجع الطلاب دخول العمل التطوعي وثم النادي يصلح من خلال المتطوعين أغلقوا مثلا الإصلاح الذاتي والفقر الخلقي مثلا نشجعهم الآن على الاستمرارية في إغلاق البار ما كان عندهم بار للمشجعين أو للرياضيين لا للمتطوعين عاملين والرياضيين والمشجعين عندنا اجتماعات شهرية أنا جاية يدنو جروب كويا شبيت ويدينست وكويا شرادتي نا سفيستي بزياني سفيستي يدنسو أغلق البار تعرف صح؟ رياتشا إنه كان عنده بار ديسكو بار يعني ممكن سنة إنجلسي سيدي كامسر بار
poslije se uključiti. U suštini, mi recimo, mi imamo ekološku sekciju, znači imamo jedno 30-ak. Djeca koja rade, naša djeca znači rade... Fidena Farika lil Himajatil Bije. I recimo, mi smo prošle godine očistili 10-ak dunuma, znači zajedno sa djecom sve. Kad smo sadili, sadimo sa djecom zajedno. Znači. Ma tula. Jezero? Ovdje recimo na primjer ovaj ovdje treninga preko 300 djece. Unake fi tamrin aksar min 300 velet. Tilmiz. Mašallah. Nisam iz madrese. Ne, madrese, nego znači djeca mala. Ne naplaćuje im ništa. ممتاز i ovaj naše to je zekat na dvorani zekat yani مساعده زكات للامار ممتاز هذه المراه مشغوله 20 جهه لكن اشوف ترى تصنع الوقت هذا ابرتا كاتنا سوف نعمل في هذا لكن مدرب يصلي ما شاء الله ممتاز لكن اريد ان ترى ساسلك مره اخرى ان شاء الله فناتي ناتي هذا فناتي ان شاء الله هذا افضل رجعنا اللي ćemo ako voda da to riješimo pa ćemo biti okej pa ćemo da vidjeti kako ide i šta gdje mora se vidjeti okej خطبه الجمعه كان الخطيب هو طالب المؤذن طالب هم يدربون الطلبة على أسبوعيا على الخطبة من خلال تنفيذ العمل رحمانة أرسي إن شاء الله نتكلم قليلا إن شاء الله نحن دائما متهمون نتكلم بسرعة فعلا فإحنا سريعين وأيضا لأن اللغة العربية أيضا إحنا يعني ممارسين عليه يمكن أكثر فهمت هذا نعم. هل ممكن أن أحصل على ورقة أو أكتب في ورقة أخرى في ورقة هنا عندك ورقة وشوالا نشكل ما ممكن ورقة هو ما نقوم به نقوم أنت ما شاء الله حققت نجاحا أعطينا قلم عندك لا يكتب هذا القلم ثلاثة نعم ما شاء الله ريزيرف ما شاء الله in Arabic احتياطي احتياط احتياط نعم أنت الآن حققت نجاحا ما شاء الله وتذكرني أنت بدكتور أخونا في مصطفى في المكتبة خسرة باشا مصطفى مصطفى هو مشهور في المكتبة التي في سراييفو في سراييفو أي مكتبة مكتبة خسرة باشا غازي سربيك غازي مكتبة نعم مصطفى نعم مصطفى ياهي مصطفى ياهي لأن هو درس العربية كما درستها أنت درسها بنفسه فهمت وبدأ الآن هو الآن مصطفى ياهي هو كان في بوسنة ودرس اللغة العربية نعم أوكي فهمت نعم نعم أوكي نعم. أوكي أنت الآن حققت نجاح ما شاء الله في بناء مدرسة أوكي وهذه المدرسة فيها طلبة أوكي هؤلاء الطلبة يتخرجون سنويا طلبة ويذهبون إلى المجتمع اوكي لكي يصلحوا المجتمع البوسني أوكي. او يذكروه بدينه أوكي. او ينشرون مفاهيم الصحيحه أوكي. للقيم والاخلاق وليس أوكي. فقط للاسلام yeah. صحيح yeah. هذا ما تقوم به الان ايضا شغل اخرى ايضا رجال دينيه كثير لكن في المجتمع نعم. لا يوجد رجال دينيه احسنت هذا مشكلة. لذا هذا ما نقوله. نقول نريد الناس أن يكون طالب هو يكون طبيب أو مهندس أو 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 إداري أو بروفيسور أو معلم ويمارس الإسلام الصحيح حتى بدون الدعوة المباشرة. هذا ما تريده أنت. وهذا ما نريده نحن. السؤال الآن. السؤال الآن لكي نخرج بمشاريع أستاذ محمد أستاذ صالح أوكي. أستاذ منير yeah. نريد أن نخرج بمشاريع محددة لأن لكي نساعدكم نحن موجودين okay. هنا لكي ننشر okay. الفكر هذا okay. الذي نتكلم عنه نحن okay. نتكلم على موضوع يسمى الأثر صناعة okay. الأثر كيف تصنع أثرا مستداما الأثر تأثير
ليس التأثير. ليس. تقوم الآن بالتأثير. أها. أها. الأثر هو ما يستمر. أها. 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 قليل دائم خير من كثير منقطع. دائم. دائم means أثر. أوكي. 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 أثر. أوكي. نعطيك مثلا. كنا في البحرين مثلا عندنا في مشروع من المشاريع المجلس الأعلى للمرأة يوجد مشروع لهم مثلا كم لكي مساعدة المرأة البحرينية لكي تكون لكي يساعدوا ينهضون بالمرأة البحرينية. أوكي. ولكن كانت قياساتهم السابقة تستهدف فقط مثلا المرأة كم تعلمت أو كم درست بالكمية بالكم أو كم منصب حصلت عليه. عندما دخلنا وعملنا هذا المشروع تغير تفكير المجلس هذا أوكي. إلى أن يركز على كيف أن المرأة تؤثر في المجتمع. فبدأنا نقيس قياسات كيف نصنع من المرأة تصنع استقرارا اجتماعيا. قياسات قياسات ميجرز أنالوجنا قياسات أرقام أحصائيات نعم ستاتيستيكا ستاتيستيكا أوكي. وهذا ما نستهدف الآن. إحنا نقوم بهذه المشاريع نصنع. إحنا لا نستطيع أن نصنع الأثر. أنت تستطيع أن تصنع الأثر من خلال الفترة الطويلة. نحن نقوم بعمل ما نسميه نماذج. هذه النماذج مودلز. هذه النماذج نماذج احسنت أيوة. أوكي. هذه النماذج ثم تنتشر هذه النماذج لكي تصنع المجتمع الافضل ان شاء الله. ومثل ما قلت لك انت الان المجتمع البوسني معرض فعلا. انت لن تستطيع ان تصلح المجتمع البوسني بنفسك ولكن انت في منطقتك تستطيع. اليوم المجتمع البوسني هذه الطبقه تتاكل اللي هي التي هي الطبقه الوسطى الميدل كلاس. اوكي. واحنا نريد ان نساعد على بناء الطبقه الوسطى بما نستطيع لان احنا فهمت. فهمت. نعم. طيب إذن الآن أنا أسئلتي سوف تكون لكي أساعدك. سوف أسأل بعض الأسئلة. هل يوجد اليوم لدينا في هذه المدرسة المباركة ما شاء الله فرحت أن هذا طالب كان يخطب الجمعة صح؟ نعم طالب شارك. وليس سنة رابعة وليس أستاذ هو كأنه نوع نعم سنة رابعة وليس دائما هو الخطيب دائما يتغير 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 نعم. كل الطلاب كل جمعة ما شاء الله خطيب آخر نعم. يعني learning by doing نسميه إحنا التعلم من خلال الممارسة نعم أستاذ الكريم أستاذنا الحبيب صالح الآن هل لديك قياسات ميجر ستاتستيكا ها أوكي. التي تثبت أن هذا هؤلاء الطلبة عندما يخرجون هذه هؤلاء الطلبة عندما يخرجون للمجتمع هم فعلا طلبة هذه المدرسة يتميزون بأنهم يساهمون في الاستقرار الاقتصادي أو الاستقرار الاجتماعي أوكي أو الاستقرار الأسري أوكي. أو هكذا هذه السؤال هذا السؤال سيدي شو بيتو هو نفس الشيء نبازي هو شو مي بحوشامه سامه بروبلا أوهاي recimo ovako, u zadnje dvije godine mi pokušavamo kupiti sve učenike jednom mjesečno, jednom godišnje. Nahnu nuhavil an namal al multaka al khiriji al hazil madrasa. أريدك أن تتكلم باللغة العربية لأنك ما شاء الله تعرف اللغة العربية مثلا أفضل منه ولا سامونية تعرف اللغة العربية جيد خلاص في سنتين ماديتين ممتاز لنا ملتقى ملتقى بين تخرجي خريجي خريجون خريجي مدرستنا نحن نحاول أن نجتمع كلهم في مكان واحد ما شاء الله ونحن لنا عندنا يسمونه ريونيون الامريكان يسمونه ريونيون ريونيون عندنا بازا بازاس بازاس اساس او قاعده قاعده نعم لكل طالب تخرجت من هذه المدرسه اين هو ارقام تواصل رقم تليفون ممتاز تواصل ممتاز ماذا تخرج ماذا يعمل بعد المدرسة ماذا يعمل أين هو ماذا يعمل ممتاز. نحن ممتاز. نريد أن عندنا استعلامات استعلامات عن كل استعلامات عن معلومات كل طالب حياته لكن هذا في ذهنهم ذهن في ذهنهم لا يوجد أن يفهموا ضرورة هذه
صحيح. لأنهم هذا صعب جدا. صحيح. لكن أنا أحاول أن أجتمع معا كلهم. نعم ممتاز. في المستقبل إن شاء الله نحن مثلا براكتيكا عمليا مثلا عمليا زينته هي طالبتي نحن هي لها محاضرات في هذه ستبدأ إن شاء الله في يوم الاثنين ما شاء الله التالي القادم وهي لها محاضرات عن الماء وعن عن الطعام وهكذا كانت ديديتش دكتورة تخرج من هذه المدرسة سينو يوم الأمس كان لها محاضرتين ما شاء الله نحن نريد أن هذه المدرسة كان مركز نواة لهذا لكن هكذا في سياسية عندنا سياسيون تخرجوا من هذه المدرسة في برلمان في سراي وهكذا لكن هذه الأشياء صعبة جدا لأن في معروف حتى الجامعات الآن أوكي. هي أوكي. مطالبة أن تقدمها أنا أريد أن أسبوستفيتي تواصل يعني تواصل اتصال اتصال معه يا وجرس أسبوستفي مو سيستم تدريب منظومة نعم منظومة لكن هذا شيء جديد و الناس لا يفهمون أهميتها صحيح أهميتها صحيح. ولذلك احنا نريد أن أنا فهمت في أول مرة لكن أنا أظن أن حالنا وهذا شيء هذا مثل يعني أنا أعطيتك فقط يعني one example هذا مثل لكن احنا ممكن نقوم بمشاريع كثيرة نعزز من خلال الأثر لأنه هو دائما نقول نحن كما شاء الله أنتم أساتذة معلمين وأساتذتنا جميعا أنتم تزرعون الخير وكل شيء ولكن دائما العمل لكي يستمر أثره ولكي يتضاعف عليك أو علينا جميعا أن نرى ما هي الممكنات ما هي الوسائل الممكنات التي ممكن أن نبنيها في نفسية هذا الطالب لكي يخرج إلى المجتمع ويصلح ويصير هو نماذج ناجحة عندما ننشر في إن شاء الله في مجتمع أونا سانا كانتون نفترض الآن أنت لن تصلح البوس أنت عليك شمال البوس مثلا وقليل من شمال البوس سازين أولا ثم بعد ذلك أونا سانا كانتون أحسنت فمثلا لما تخرج أنت إنسان من يقال أن هؤلاء فعلا يعني أنا إحنا كنا سجلنا ونحن أتينا إلى الجبل الآن كنا نسجل أنا والدكتور دائما نسجل ونضع على اليوتيوب أو في الراديو في البحرين كنا نقول هذا التالي هؤلاء أهل سازين يتميزون عن أهل بيهاج ونحن نقول هذا لأهل بيهاج دائما جامعة بيهاج دائما نقول لهم لماذا سازين تتميز عنكم بالرغم أن سازين فوق الجبل الآن إذا أردت أن أشتري بضاعة ممتازة أذهب إلى سازين لا أذهب إلى تحت مع أن سازين فوق الجبل عادة أهل الجبل ينزلون تحت ويشترون البضاعة أنتم شعب يتميز على البوسنة كلها بأنكم مكافحين ونعرف تاريخكم نعرف تاريخ سازين وكيف يعني أيام الشيوعية وكيف أنتم يعني قاتلتم مكافحة من البولبط فمعروف عنكم هذا الشيء لكن الآن نريد أن نبني على نجاح هذه المدرسة أنا لا أعرف إذا عندك أنت تحديات أنا أرى أن احنا الآن نريد أن نبني على النجاح لا ليس زيادة ونريد أن نبني على النجاح بنوعين مثلا أنت عندك برنامج اليوم مثلا عندك هل يوجد مثلا طلبة متعثرين أوكي متعثرين يعني they are not successful مثلا هذا برنامج ممكن أن نبني من خلاله كيف نصنع من هؤلاء الطلبة نماذج ناجحة ونعكس لها هذا نموذج أهم جدا ovo kad bi uspjelo recimo te indena thuluth ممتاز thuluth
بين ممتاز ودعيف. نعم. بين ممتاز وبس. نعم. وثلث. نعم. وثلث. استاذ صالح احنا ناس لسنا فقط اكاديميين، احنا ناس براكتيشنرز. نحن ناتي من يعني من جهات احنا عملنا دائما في الفيلد في الميدان، فنحن نغير ليس فقط في طلبتنا، احنا عندنا جامعتنا، احنا ناتي من جامعه البحرين بجانب اننا احنا يعني نعمل كاستشاريين في عده مؤسسات، ولكن ما حببت ان اقوله لك احنا عندنا تجربه واحده من التجارب مع وزاره التربيه في البحرين، التربيه والتعليم. اوكي اخذنا 17 تجربات استرجيبان، اخذنا 17000 طالب وطالبه في المرحله الثانويه، 17000 كل مدارس جميع الطلبه يعني مدارس البحرين 19000 في المرحله الثانويه النهائيه، اخذنا 17000 منها وقسناهم. فلما نابلس مو وزر تاي وعملنا ستاتستيكا. اوكي 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 هذه الاستاتستيكا طلعنا بالتالي. اكتب ستاتستيكا بالعربيه. نعم. احصائيات. نعم. احصائيات. اوكي اوكي. فهذه الاحصائيات تبين منها التالي، شوف انت الان تقيس الطلب، حتى قياساتك سوف تتغير. ليس كل الطلبه الاي ستودنتس دي ار اف يصنعون الاثر في المجتمع. اوكي صح متفقين. اي ستودنت هذا احسن طالب؟ لا يعني هو احسن افضل في الدرجات انا كنت اظن يعني كنت قلت يعني هذا احسن يعني بالنسبه للدرجات في المدرسه. احسنت لكن هو لا يؤثر في المجتمع. قد لا يؤثر. هذه دراسه في البحرين، انا اقول لك نفس الشيء قد يكون في هذه الدراسه. من خلالها اسسنا مجله علميه الان من اشهر المجلات، نحن عندنا مجله. فهمت هو هو انترسنت اسمه داتو كمل لك نقطه سنه من هؤلاء 17000 البالكيرف اوكي البالكيرف الاغلبيه 17 يقعون طلبهم طلبه ليسوا اي ولكن هم بي اوكي بي ماينس تو بي بلس اوكي هم هذه الطلبه معظم الطلبه الذين ياخذون من درجه 90 جيد 90 حتى 75 جيد جيد جدا جيد وجيد هؤلاء الطلبه هم من يسعون الى صناعه الاثر هاي واكتشفنا رقمهم وماذا عنهم هؤلاء قليل منهم الذين لان هؤلاء منافسون ولكن عندما لا يحصلون على الفرصه يصيدهم ما يسمى القنوع السقوط الوظيفي يسمى يعني يصيد عنه فهم يطلبون هم هؤلاء احنا ما نبحث عنه اليوم نريد منها في مجتمعك اليوم ماذا تريد اليوم الكثير من الناس تهاجر صح yeah. تهاجر لماذا تهاجر تقول لان هنالك لا يوجد وظائف في البوسنة هل البوسنة فعلا هي افقر من السعودية اذا انت كنت تظن ذلك فهي مشكلة انا اقول ان البوسنة اغنى من السعودية وليس من البحرين البحرين دولة فقيرة ليست دولة غنية مثل السعودية اوكي yeah. البوسنة أغنى لماذا؟ أنت عندك الماء وعندك جنة الله سبحانه وتعالى في الأرض أنا كنت أقول لدكتورة دنيا الآن استغفر الله الله يعلمها لكن أقول أنه لازم أن أهل البوسنة الله سوف يعطيهم الجنة تختلف عن جنة العرب لأن أنتم رأيتم الجنة التي إحنا نحلف بها على الأرض الله سوف يعطيكم شيئا أكيد الله سبحانه وتعالى عنده قدرات أيوة مثلا الشاي نعم نحن صرفنا في السنة الماضية انفقنا 2000 مارك 2000 لشاي نعم عندنا شاي مزرعة ما شاء الله كبيرة على الشجار صحيح على الشجار على كريبوتا عند الطريق في كل مكان حديقة كل مكان نحن نشتري من متجر من دكان وهذا ما أريد أن أقوله هذا سوف يعني أنا قصة سوف أبني معك قصة أنا أريد أن 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 ندرس اعتماد على الطلبة لأنهم يأخذون من بيوتهم من مزرعهم وهكذا شاي هذا يعني استاذ صالح لان انت تحمسني وانا اريد ان اقول لك ماذا ممكن ان نعمل معا احنا انا اعمل من اكثر من 30 سنه الان على ما يسمى صناعه مؤسسات عالميه ناجحه اوكي اوكي فهمت قصه النجاح
uspješne kompanije, proizvodnje uspješnih world class organizations. Okay, with this my business, okay? Yeah. Now I'm shifting to inspiration economy. I call it inspiration economy. Okay. الحين الان اتحول الى مسمى اقتصاد الالهام. Yeah. Okay, okay. ما هي صفات المؤسسه الناجحه لكي تكون عالميا؟ مرجع عالمي لكي ياتون الناس. بكره سوف ناتي لك بوفود تريد ان تتعلم هذه المدرسه من وزارات التربيه في التعليم في كل العالم. ماذا تصنع هذه المدرسة؟ وليس فقط أن تؤثر في طلبة ناجحين وهكذا. من صفات هذه متطلبات هذه أن أنت اليوم يكون عندك طلبة، معظم الطلبة هم مثل ما قلنا ملهمين. ليس بالضرورة A students. أوكي. الشيء الآخر هم طلبة يؤثرون في المجتمع المدني، وهذا ما حصلناه على النتيجة. 17,000 طالب وطالبة حصلنا أن هؤلاء يتميزون بواحدة من ثلاث صفات. ان هم يعملون في العمل التطوعي، يتحدثون اكثر من لغه، وواجهوا تحديات في اسرهم وحياتهم. تحديات واجهوا تحديات. فهمت يعني صنعت منهم اسره فقيره او تحديات او عملوا مع ابائهم اثناء لما كانوا صغار. فكان اثناء الصيف لم يكونوا يجلسون في البيت. وبعضهم يعمل وهو يدرس. نعم. فهذه يصنع الطالب الملهم. وهذا ما صنع على فكره غاندي ومانديلا وستيف جوبز وبيل جيتس عمر بن عبد العزيز عمر بن الخطاب. حتى لما اتي الى جيل الصحابه الذي قال دلوني على سوق المدينه كان تميز على المهاجرين، لانه لم يكتفي ان يقتسم البيت مع الآخرين، إنما قال قال أسوق سوق المدينة. فلذلك الله سبحانه وتعالى بارك فيه وبارك في قصته. الآن ما أريد أن أقوله لك وهو مختصر لكي لا يعني نزيد عليك في الكلام. هو التالي، مثل ما قلت أنت اليوم ممكن يكون عندنا برامج متخصصة لكي أول شيء إحنا نريد مثل ما قلت أنت أن هذه المدرسة المباركة تكون مستقلة بذاتها. احنا نسحب المؤسسات من مؤسسات تكون معتمدة مستقل بذاته معتمدة اليوم انت تقول هذا هدفي. انت اليوم تقول، وهذا الاثر الذي كنت اتكلم عليه، انت تقول انت تريد ان تكون مستقل تماما وصاحب قرار نفسك. اليوم انت تعتمد على التبرعات، تعتمد على كثير، ممكن تكون هنا اقل اعتمادية على الحكومة. تقول ثلث فقط من الحكومة، لكن الباقي تأتي من خلال هذا. لكن لو بكرة صار عندي أنا اليوم مزارع، وهذه أفكارك أنا الحين لا أتي بما قلت سوف أنا أوظف أنا، وكان الطلبة هم يعملون بهذه المزارع. أوكي. إذن إحنا سوف يكون عندنا ماذا؟ طلبة هم ملهمين، لأن إحنا من دراستنا مجلتنا العلمية التي الحين صار لها 5 سنوات تعمل دراسات هكذا، يكتبون فيها من أساتذة من البرازيل، من اليابان، من الصين، من جميع أنحاء العالم، ليس من العالم العربي، قليل من العالم العربي، 10% فقط من العالم العربي، الباقي كلهم يؤكدون ما نقوله الآن، أن إذا أردت أن تبني إنسانا ناجحا فعليك أن تصنع له تحديات، لا تراقب فقط أداءه الدراسي. ولاش منابرتي الزوي؟ تحدي. نعم. مثلا أنت اليوم تصنع له تحدي قد يكون في تنظيم غرفة النوم. أنه ينظم غرفته التي ينام بها، هذا نوع من التحدي. لكن لو حس في الحقيقة وهو يدرس أنه يستطيع أن يحصل على أجر، سيكون عندي غدا للبوسنة ليس ناس مهاجرين، سيتقل الهجرة وسيكون عندي أكثر ما يسمى job creators، صانعي وظائف. ما تحتاجه اليوم اللي نسميهم إحنا رواد أعمال، صح؟ أو entrepreneurs. أنت هذا ما تريده اليوم بشكل كبير، وقد تكون الريادة بزنس، وقد تكون الريادة صالح إصلاح اجتماعي. يدخل مدرس يدخل فيصلح في المجتمع، أو يؤدي إلى مؤسسات مجتمع مدني مثل زنتة مثلا، تفتح جمعية تحاول أن تصلح في المجتمع. فالريادة أنواع. نحن الآن نعتبر نفسنا رواد، نترك أسرنا وأهالينا ونهاجر إلى ونذهب إلى عدة دول في العالم لكي نصلح العالم، وهذا ما نحتاجه اليوم. هذا لن يأتي بالصدفة، هذا لن يتحقق بالصدفة. ولكنه يحتاج إلى فكر وإلى مشروع تجريبي، نموذج نحن نريد أن نبني معك هذا المشروع التجريبي. نأخذ هؤلاء الطلبة وندخلهم على هذا البرنامج لكي يصنعوا معا مزرعة أو مشروع ما، قد يكون مزرعة
واحنا نريد المدرسه لكي تكون مستقله. ماذا معناته المدرسه تكون مستقله؟ تكون مستقله اولا ان يكون عندها بروفيت سنترز وليس كوست سنتر. بروفيت سنتر معناته ان يكون عندها مراكز ربحيه. مراكز ربحيه ربحها ربحيه. اوكي مثلا انت اليوم تقولي انا 50% احنا ربحيه تاتي من الطالب واهله و50% دولزي وبروفيت او اوتشنينك. اوكي و50% الان اليوم ندفعها صح ولا لا؟ فانت تريد مثلا ان تستفيد من كيف تدخل 50%. مثلا انت قلت فكره اليوم الاوتيل. اوكي الهوتيل هذه فكره فعلا ناجحه. الخدمه في الاوتيل. انا اليوم ممكن اطلع طلبه. اليوم البوسنه تحتاج كثير من الطلبه الذين هم سبوتريتي مانجمنت، طلبه ضيافه، لان اليوم البوسنه تحتاج الى ناس تقدم خدمات ضيافه لكي تجذب الكثير من السواح. السواح والسياحة. أنا درست بالكتابة. بالكتابة. ما شاء الله. عندما ترى أنا بعد نظري. سياحة سواح. نعم. تحديات. تحديات. احنا نرى ان الالهام يصنع من خلال ثلاث اشياء، وهذه مشاريعنا. الاسلام تحدي. نعم الاسلام نفسه نعم روح التحدي. الاسلام دين السلام وروح التحدي. من سيد قطب. نعم احسنت. نعم مبرود. نعم فاحنا نتكلم على ثلاث. فاتوا بعشر سور. فاتوا في القران الكريم. نعم هذا التحدي. نعم فاتوا بعشر سور. فاتوا بسوره. الاسلام يعتمد على منهجيه السلام والتغيير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انت في دائما في تغيير. وليس الان يوميا. وكلما تغيرت استاذ، وهذا شعارنا. شعارنا هكذا. شعارنا فالتطوير لا ياتي هكذا. ياتي تطوير هكذا لكن لفتره بس. مثلا تبني مبنى فجاه، مبنى كبير، فهذا تطوير. ولكن لكي تستمر دائره الحياه تتقدم وتستطيع البوسنه تكون بلد مستقر، تكون سازين نموذج البوسنه للمناطق الاخرى، هذا لا ياتي الا من خلال شيئين. يا اما من خلال طبعا بعد الله سبحانه وتعالى، ياتي من خلال اللو ميكرز. الحكومه تكون صالحه تمنع القمار، او تكون من خلالك انت مثلا، من خلال نماذج ناجحه. من خلالنا ان شاء الله. هذا هو الاقوى. حتى في الحكومات التي منعت القمار. الحكومه ستصلح ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. لكن نحن نبدا من المجتمع. كوكسر بوتوم داون. بوتوم اب. بوتوم اب. بوتوم اب. بوتوم اب. بوتوم اب. يعني من الاسفل الى الاعلى. من الاسفل الى الاعلى. من الاسفل الى الاعلى. نعم. فاستاذي نحن الان هذا مثل لمشروع، انه ناخذ طلبه هم طلبه يمكن لا يكونون طلبه متعثرين، ندخلهم على برامج مثل هذه. برامج هي تقوم على تاسيس الاستقلال في المدرسه. اوكي. وتحويل المدرسه. احنا اليوم عندك انت اليوم كثير من مراكز تكلفه. كوست سنترز. دي كول ات كوست سنترز. كوست سنترز. مراكز. مراكز تكلفه. كوست تكلفه. كوست بالانجليزي. بالعربيه تكلفه. بالعربي تكلفه. تكلفه. كوست. يعني هي تسحب منك فلوس. انت اليوم تريد ان تزيد. كوست. هاو داز ات كوست. هاو ماتش كوست. اليوم انت تريد ان تصنع من خلالها، تحولها بعضها الى مراكز ربحيه. وهذا ما احنا نستطيع ان نعمله معك. بروفيت سنترز. اوكي. لا تعتمد فقط على التبرعات، لكن تعتمد على فعلا تكون مدرسه ناجحه. كل ما كنت مستقلا من التبرعات جيد، وخلى مسار من المسارات. اوكي. ولكن لا يحكمك في افكارك. لكن التبرعات مبدا. نعم. مبدا فقط. مبدا او بدايه. مثلا انت تفتح باب للخير. الحين انا اليوم انت فتحت لي باب للخير، لان اذا انا اريد ان اعمل صدقه جاريه مثلا، تقول والله انا ممكن ابني لك مبنى او افتح لك كلاس باسمك مثلا. وهذا ايضا مسار اخر. احنا ايضا هذا ما عملناه مع مثلا مرحمه، نفتح مسارات ايضا. مثلا اليوم مشاريعك انت تقول لي مبنى كبير 250 الف دينار او من 500 ألف يورو تقريبا، صح؟ الرجل دفع لك من دبي مثلا المتبرع. انا اليوم لا استطيع ان اذهب الى متبرعين واقول لهم متبرعين قليلين،
لكن ماذا استطيع ان اجعل مشاريعي صغيره، مثلا كفاله طالب لمده سنه، اوكي طالب علم نسميه لمده سنه، الكثير يبحث عن هذا الشيء، اوكي مثلا صف تكلفه استاذ بروفيسور تكلفني مثلا هالكثر لمده سنه، اوكي هذه تقسيم المشاريع الى هكذا. هذا ما يشجع الانسان اليوم ان يباشر وتكسر حواجز الجمعيات. يعني ممكن تاتيك جمعيه on govori sad, on mora, ako jedan čovjek, on može kaže da nađe za učenike jednu stipendiju, može za jednog profesora da to, da on nađe jednog koji će raditi, recimo u tom, u projektu. On kaže ne, ovi što naprave ono 250.000 dolara, ne znam, kad je to, a mi kaže možemo ovaj manji dio, kaže naći jednog da kojega ćemo stipendirati, naći jednog profesora, da. Hadi mašari' samije tanavije. هاي المشاريع ليست المشاريع المستهدفة، لكن نقوم بعملها ونسوق لكم هذا لما نذهب إلى العالم العربي. لو استطعنا نعمل بروشورات وحددنا باللغة العربية أو الإنجليزية كم يكلفنا هذا الطالب، كم يكلفنا هذه، كم يكلفنا مش تايديو شتون ست قوري مي مش طباعة كتاب recimo napravimo neku prospekt i kaže odnesemo evo ovdje to je ta medresa, u medresu ovdje ima kaže on može ovaj stipendiju to to je sitno što on govori. Da بعد كتاب مثلا عربي اللغه تعليم اللغه العربيه اليوم المدارس احنا نريد ان نعزز فيها اللغه العربيه بشكل كبير لان احنا اليوم مثل ما قلت اللغه التركيه ما شاء الله مدعومه من الحكومه التركيه الالمانيه مدعومه من الحكومه الالمانيه وهي رأينا في سراييفو زرنا اربع مدارس في سراييفو قالوا نفس الكلام قالوا انتم العرب انتم بس تتكلمون ولكن ما تسوون شيء لان ما في احنا ما في دعم لنا باللغه للغه العربيه علما بان احنا نقول ان اللغه العربيه هي يعني اساس اخر ليست هي اللغه الاساس انا في رايي في بالنسبه لكم اللغه الانجليزيه الاساس انا في رايي ثم اللغه العربيه ثم الالمانيه الناس تاخذ اللغه الالمانيه لماذا لان الالمانيه عشان يهاجروا اوكي وهذه ايضا ما نريد ان احنا نقوم الحين بعمله مع نهله وغيرها ان لا ندرس اللغه الالمانيه فقط من ياتي لتدريس اللغه الالمانيه يذكر الناس باهميه ان يعيشوا في هذه المنطقه بعده طرق يفتح لهم مسارات لكي يروا كل البوسنيين لما نسالهم للاسف اخواني والله اشد الله يشهد عليه هاي دائما احنا نتكلم مع دكتور الدنيا ما يقولون الحمد لله لما تسالهم كيف حالكم اوكي جود سام تايم جود لايك كلمة الحمد لله ما مع بالرغم من أنكم ناس ما شاء الله أكثر منا إيمانا في الدفاع عن الدين وهذا يشهد لكم قتالكم وتاريخكم لماذا لأن لم يتعلم أن يرى الخير الموجود لم يربط في الخير اليوم أنت ماذا مشاريع تريد اليوم تريد سياحة تستطيع أن تصنعها هنا تريد زراعة تستطيع هنا في هذه المدرسة صح تريد اليوم ما شاء الله بزنس ضيافة. بزنس بشكل عام يعني تجارة ضيافة تستطيع أن تصنع هنا فإحنا اليوم في مشاريع كثيرة قد تكون هذه المدرسة انطلاقة لهاي لا نستطيع أن نحقق كل الأفكار ولكن نستطيع أن نبدأ بمشاريع مع هؤلاء الطلبة المتعثرين الذين أشرت إليهم أنا أريكم أن ليس بالضرورة أي إنسان ممكن يكون ملهم نحن نؤمن أن أي إنسان في العالم لا أستطيع أن أكون ذكي مثلك وعبقري أو مبدع أو يمكن ربما رائد عمل ولكن أستطيع أن ألهم أي شخص حينما أدخله على تحديات أو يحس أنه شنو أمام تحديات أو ربما أحيانا يحس بالفشل لأن بالحقيقة حتى الفشل يصنع النجاح حينما الإنسان يذوق طعم الفشل يستطيع من خلاله أن يصنع النجاح وهذا ما نريد أن نعمله معه ألهم إنسبايرد يا نعم ملهم اسباير ملهم تو نود الهام يا ولد الهام ملهم يا بارتي باس نعم بده كريز بدات يا تو صح صح مره ثانيه ماشي ماشي فكابي اون كاجن مره بيت سمو مره بيت سمو احنا ملتقانا قالت لكم عن زينتا عملنا ملتقى هم كانوا يقولون الجماعه انه ما في يعني احنا نتعامل كنا مع الكبار اساتذه الجامعه قالوا هالجيل لا يتحمل مسؤوليه هم الجيل هم لهؤلاء الذين اداروا الملتقى اللي أدرناه اللي عملناه في سبتمبر الماضي وهم أثبتوا أن هؤلاء الطلبة هم ممكن يصنعون التغيير ولكن يريدون يرون الأمل هم لا يرون اليوم ما عندهم الطموح لذلك يهاجرون لأن يريدون أن يحققون ذاتهم وهاي من حقهم أن يحققون ذاتهم ونوست جويدة سوستفر سامي كاجة نفذي نار تو نادي شتو نفذي ونو داون مقريريو ولذلك من خلال هالبرنامج سوف نقيس حتى نقيس كم من هؤلاء الطلبة الذين لم يهاجروا يعني اليوم لم يستطيعوا تشكيوا od vlade i ovih znaš to je pro mi moramo slušaj mi moramo u suštini centar ovo što on kaže Tagir centar prodaje mora biti škole
Znaš, jer ti moraš obučiti ljude koji će mijenjati. A ovo da će oni, ovi sad, ovi, on ne, 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 niti šta želi da mijenja, niti, niti je sposoban da se mijenja. On samo želi da poveća riba. Ustaz Saleh, ma haf min huwa tali. Ahna nesma al madaris islamija jami'an. Bima fi, ana gitlak, ana madrasat Ibrahim Basha. Utrna imkin 4-5 madaris. الكل يقول ان المدارس الاسلاميه هي المدارس التي جميع الاهالي يحرصون معظم الاهالي يحرصون ان يدخلون ابنائهم فيها هي الخيار رقم واحد ثم تاتي المدارس التركيه ثم تاتي المدارس الاخرى ايوه المدارس الاسلاميه هي الاهالي الوالدين في البوسنه في البوسنه دائما فوتنا يشوفوا اذا جالسه يريدوا مدرسه جميع الناس ثم تأتي المدارس التركية ثم تأتي المدارس التي هي الحكومية مثل الآن إحنا سوف نقوم بعمل مع المدرسة مع جيمنيزيا سوف نقوم بمشروع الآن مع جيمنيزيا نفس المشروع مدرسة متميزة ولكن ما أخاف منه هو التالي أنت تزرع ولكن هذا الزرع طيب هو جيد أنه هو المسلم أينما كان سوف يكون إن شاء الله خير ولكن هذا المسلم يهاجر ويذهب عنك إلى ألمانيا أو إلى سويسرا أو النمسا أو غيرها من نحن الجيب. نقول وكأن هناك ثقب في جيب البوسنة الحكومة تصرف على الطفل أنتم تدرسون تعلمون تبنون إلى أن يصلوا إلى سن الشباب وعندما يأتي الدور إلى أن يعطوا بوسنة هم يذهبون إلى الهجرة كأنتم تنفقون وغيركم نحن نقول وباش بوسنة كاو ده تو جيب كوي ما روب I kaže vlada daje u taj džep i kaže ono ja, ulaže a u stvar polako izlazi kaže to vade vlada za hidžu da ja yeah. ولذلك احنا الحين نريد لكي نخرج بشيء عملي يعني هو انسان عملي وانا انسان عملي كلكم انسان ناس عمليين ان شاء الله نريد ان نحدد ما هي طبيعه المشاريع التي ممكن ان نختار منها طلبه اذا انت وافقت طبعا بعد موافقتك وتدرسها وهذه الطلبه هم ندخلهم في مشاريع عمليه سواء في مجال السياحة، في مجال الزراعة، في أثناء الدراسة أو